طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. مرحب بكم جميعا في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، واليوم جلسة بعنوان تقييم تجربة العمل عن بعد، Work from Home Evaluation. الجلسة يعني بداية الفكرة بتاعتها وكل الضيوف الموجودين فيها هي من طرف الحبيب المهندس وليد مدني، مساعد عمليات الشبكة في شركة كنار، فهو الهوست بتاع السيشن، هو اللي هيديرها ويقدمها بصوره كامله. فانا هسلم القياده لوليد من هنا، وشكرا جزيلا لكم، موفقين ان شاء الله. وليد تفضل، السيشن بدأ. لحظة بس نشير اللينك. وليد لايف في فيسبوك، اتفضل. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير مجتمع السوداني ريسيرشرز انيشيتيف، سعيد اكون معكم للمرة الثانية. المرة دي موضوع مختلف، موضوع الساحة يعني حاليا في جدال كبير في موضوع العمل عن بعد او من المنزل. في ناس مختلفين مع الموضوع the very left، انه شايفين ان السودان ما جاهز لتجربه زي دي، however حسي عاشوه. وفي ناس متفقين مع الموضوع وشايفين انه قدروا خلال الظروف الخاصه جدا بتاع جائحه الكورونا انه يجربوه وينجح يعني بنتائج مقبوله، يعني اكثر من 50 60 70 في المية. النقاش هيكون مفتوح، هنحاول يعني يكون فيه تجارب، نعكس فيه تجارب حقيقية بتاعت ناس مختلفة، وكل زول هيمثل شريحة إلى حد ما في المجتمع. والموضوع يعني جدير بالمناقشة لأنه في شركات كبيرة جدا زي أمازون، لينكدين، مايكروسوفت، جوجل، تويتر، ديل، يعني من أول الناس اللي موفت هوم او يعني سمحوا لموظفين انهم يتحركوا يشتغلوا من البيت. شخصيا انا الفكره دي من الاول انا ما كنت مبسوط منها، لكن مع الوضع الصحي بتاع جائحه كورونا كان لازم الزول يعني توافق مع الموضوع ويتصالح معاه وكده. فيمكن ماي تيم كان اول تيم يعني الشركة هنا مش البيت كومبليتلي. بعد ذاك انا بقيت انترستد انه انا اشوف النتائج شكلها كيف وتؤسس الموضوع. يعني النتائج كانت يعني الريسبونسز كانت كويسه بتاعت الناس. الشغل تحديدا احنا مطلوب مننا يعني النتورك افيلابيلتي تكون دائما قادرين نحافظ عليها. والحاجه دي ميل ان احنا عندنا تو بوينتس، في مشاكل بتحصل في الشبكة ودي احنا محتاجين يعني تواتند المشاكل طوال، اي مشكلة تحصل احنا نتواتند. فالزمن اللي بناخده على بال ما تحصل مشكلة لحد ما الزول الكونسيرن يعرف ده احنا يعني هافتو انه نهتم به ونحاول نقلله لقدر الامكان، لانه بيساوي طوال، بينعكس طوالي في الكاستمر سيرفيس والخدمة عند المشتركين. بلس طبعا الريزولفينج تايم. فمبدئيا فكره انه المهندسين يمشوا البيت وبعد كده الموضوع يكون بتليفونات او بفيديو ابس وكده، يعني ممكن يكون الموضوع ده شويه ويل تيك تايم يعني، لكن ما كان عندي حل غير انه اتصالح مع الموضوع. وبعد ذاك لكن بعد ذاك يعني بعد
تو ويكس كده بدأت أحس إنه الموضوع ده يعني ما كان زي ما أنا خدت في الأول وناجح وكده، وأنا قادر أتواصل مع الناس وقادر تومنتين كل الحاجات بطريقة كويسة. فدخلني أبدأ أسس الموضوع وأتناقش مع كل زول من وجهة نظر مختلفة، يعني وريني رأي شنو في الموضوع. زي ما قلت في ناس اختلفت وفي ناس وافقت على الفكرة وفي ناس كانوا in the middle يعني. ف هنا برضو زي ما قلت معي في السيشن هنا أول زول شيماء محمد بشير، شيماء مرشد ومعالج نفسي في مركز رهفات للإرشاد وعلاج الصدمات النفسية، باشمهندس سيد عبد المنعم سعيد مدير إدارة التكنولوجيا والمعلومات بنك بيبلوس أفريكا، مروار باب مسؤول إدارة الموارد والميزانية في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، باشمهندس محمد عبد الماجد مهندس اتصالات شركة برايزون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، باشمهندس ريان الأزهري قائد فريق تخطيط الشبكات بشركة كانار. نبدأ بباشمهندس سعيد يورينا تجربته في بنك بيبلوس أفريكا ونشوف بعد مشاهد. تفضل يا سعيد. طيب السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى الصوت يكون واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا حابي أحيي الزملاء والزميلات المشاركين معي في الجلسة بتاعت اليوم، وحابي كمان أشكر تجمع الباحثين السودانيين على أحد الفرصة واستضافتهم لنا على صفحتهم على الفيسبوك، ونتمنى أن يكون نقاشنا اليوم يعني مفيد ويعني دعاية علمي يعني بالنسبة للناس. طيب أنا أتكلم أعرفكم عن نفسي، أنا سعيد عبد المنعم سعيد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في بنك بيبلوس أفريقيا. هتكلم اليوم عن تجربتنا مع النموذج بتاع الورك فروم هوم أو الريموت ورك أو العمل عن بعد من زاوية خلينا نقول مؤسسية تنظيمية، من خلال تجربتنا في من خلال تجربتي الشخصية يعني في القطاع المصرفي. والقطاع المصرفي زي ما عارفين طبعا من القطاعات الحيوية ومهمة جدا، واستمرارية الخدمة فيه مسألة كريتيكال جدا جدا وبتأثر به معاش الناس والشركات والاستيراد والتصدير والحكومة وبتأثر به الاقتصاد ككل. نحن قبل ظهور الجائحة ما كان في أي تجهيزات أو ترتيبات للعمل من المنزل في البنك، ممكن تكون حاجات يعني ما حاجة مؤسسية، حاجة فردية مثلا الموظفين اللي بيتنقل واللي بيسافر وطبيعة عملهم كريتيكال كان متاح لهم، لكن على مستوى بتاع البنك كله على مستوى بتاع إدارات ما كان موجود. جائحة كورونا وظهور جائحة كورونا اضطرانا لأنه نحن نتبنى تطبيق العمل عن بعد لضمان استمرارية عمل البنك واستمرار الخدمات للجمهور ولعملائنا. أنا هحاول أتكلم عن التحديات اللي واجهتنا في تطبيق نموذج العمل عن بعد في البنك. التحديات أكبر لأنه طبيعة البنوك عموما معظم الخدمات فيها بتعتمد على التعامل المباشر مع الجمهور. هي مجموعة كبيرة من التحديات في القدر إحنا نعالجه ونخطاه يعني، وفي الأشياء اللي لسه تحت الدراسة والمعالجة. نبدأ بأول تحدي. التحدي الكبير الأول هو إنه ما يعني عدم وجود استعدادات وتجهيزات وكمان إجراءات وسياسات واضحة للعمل من المنزل، وده زي ما قلنا لطبيعة أصلاً القطاع يعني طبيعة عمل القطاع. نحن ساعدنا كثير على انه نتجاوز العقبه دي انه نحن عندنا في البنك خطه بتاعت استمراريه عمل بزنس كونتينيوتي بلان. الخطه دي موجوده لها اكثر من 5 سنين مطبقه ويتم تحديثها وتجربتها كل سنه. الخطه دي ساعدتنا كثير في انه نضع يعني نقدر نحصر او نقيم المتطلبات بتاعت العمل من المنزل بمختلف انواع يعني المتطلبات الفنية التكنولوجية الإدارية اللوجستية وغيرها،
وكمان ساعدتنا في انه نحن نعمل تصور او مسوده لشكل السياسات والاجراءات المفروض نتبعها اثناء في تطبيق العمل النموذج العمل من المنزل. التحدي الثاني كان هو توفير البنيه التحتيه التكنولوجيه او التكنولوجي انفراستراكشر، ودي بتتضمن كل الادوات بتاع التكنولوجيا اللي هنستخدمها عشان الناس تشتغل من البيت، ودي بتتضمن حاجات كثيره منها اعدادات الشبكه والانترنت والانترنت للموظفين نفسهم، الفي بي ان والفي بي ان كونسنتريت، المسائل بتاع حمايه الشبكه والامان والانفورميشن سيكيورتي سايبر سيكيورتي فاير وولز، بتتضمن كمان توفير البرامج والتطبيقات الخاصه بالبنك المفروض يستخدمها الموظف، ودي كثيره جدا يعني ما حنقف بامثله فيها، بالاضافه لتوفير وسائل اتصال اذا كانت مسموع يعني اوديو او فيديو صوت او بالصوره عشان الموظف يقدر يتواصل مع بقيه الموظفين. دي طبعا عارفين الكوست اوف تكنولوجي كبير جدا، لكن الحمد لله نحن الانفراستراكشر التكنولوجي انفراستراكشر بتاعتنا كانت تقريبا بتوفي تقريبا 90% من المتطلبات، فما ما احتجنا ما كانت مشكله كبيره بالنسبه لنا. التحدي الثالث اللي هو التحديات بتاعت البنيه التحتيه الخارجيه اللي هو شبكات الاتصالات وخدمات الانترنت والامداد بالتيار الكهربائي، واجهتنا مشاكل كثيره جدا في قطوعات الانترنت وضعف الخدمه وقطوعات الكهرباء الطويله في مناطق الكهرباء بتقطع الشبكه بتاعت الانترنت كلها بتقع. دي احنا عالجناه بانه بنخلي الموظف يعمل سويتشنج على او يحول يجرب يخش بمقدم خدمه ثاني او يتحرك لمنطقه جغرافيه قريبه ممكن تكون فيها تغطية افضل. اذا ما قدر يخش خالص احنا عندنا باك اب بروفايل او بروفايل احتياطي خاتم وين موظف ثاني، الموظف الثاني قاعد في منطقه جغرافيه مختلفه ممكن يخش هو يؤدي نفس المهام. من التحديات برضو هو مسألة استعداد الموظف نفسه للتعامل مع الأدوات التكنولوجية دي، ودي نحن اشتغلنا في التدريب أو الـ one-to-one training مع الموظفين عشان يقدروا يأدوا يتعاملوا مع الأدوات دي ويأدوا شغلهم بسرعة وبسهولة وبكفاءة، بالإضافة للدعم الفني المتواصل. من التحديات الكبيرة برضو أنه في بعض الأقسام في البنك طبيعة عملها ما بتسمح بتطبيق العمل عن بعد، زي الفروع والتريجري الخزينة أقسام تغطية الصرافات الآلية وصيانتها قسم الاي تي، في ما صعب طبيعة العمل ما بتسمح بورك فروم هوم. فأنا حاجي إن شاء الله في القسم الثاني حاوضح إنه التكنولوجيا في المستقبل حتغير شكل النظام العمل في الفروع دي كيف، مثلا في مسائل الفروع وفي غيره في انه تحل المشاكل. من التحديات الثانيه برضو موضوع السكيورتي، وهنا انا ما بتكلم عن السكيورتي امن المعلومات والسايبر سكيورتي وغيره، بتكلم عن السريه والامان المصرفي. يعني انا موظفي ده شغال في البيت، كيف اضمن انه ما في واحد من اسرته او اصدقائه يطلع على معلومات لعمليات لحسابات لعملاء هو ما المفروض يطلع عليه. في تحدي كبير جدا الموازنة بتاعت الكالتشر بتاعت العملاء نفسهم، استعدادهم لانه السويتش يتحولوا من التعامل المباشر للتعامل الالكتروني ورغبتهم في الكلام ده، وبلس هل عندهم من التكنولوجي انفراستراكشر والادوات التكنولوجي بتمكنهم من انه هم يعني يتعاملوا معي بالصوره دي. في تحدي مختلف تماما اللي هو متطلبات بتاعت الجهات الرقابيه والتنظيميه، هل نحن لو اتبعنا نظام العمل عن بعد بنقدر نستوفي المتطلبات دي؟ يعني مثلا عندنا احنا حاجه اسمها الكي واي سي نو يور كاستمر، اعرف عميلك، هي مجموعه بتاعت معلومات احنا بنحصل عليها من العميل لفتح الحسابات لاجراء عمليات كثيره. طيب هل كيف حنتحصل عليها؟ هل ممكن نتبع اسلوب الكتروني EKYC؟ من التحديات الثانية برضو مسألة بيئة العمل والwork environment. في المكتب كل الأشياء مجهزة للموظف إنه يؤدي عمله بالصورة المطلوبة، هل في البيت هو مهيأ له مكان يقدر يعني يشتغل منه ويعني يقدر يؤدي لنا أداء كويس؟ الحاجة الأخيرة أنا هتكلم عنها أو التحديات إنه
هل الموظف مستعد للتغيير من نظام العمل في المكاتب لنظام العمل من المنزل؟ التأثير النفسي على الموظف شنو؟ وتأثير الكلام ده كله على أدائه، على مستوى أدائه وجودة عمله. يعني الحقيقة في يعني تحديات كثيرة جدا جدا بالنسبة لضيق الزمن، ما حقدر أنا أتكلم عنها كلها هنا، لكن أنا داير أتكلم عنه إنه التحديات دي دراستها وإيجاد حلول لها هو حيكون يعني بيرسم المعالم بتاع مستقبل النموذج بتاع العمل عن بعد والعمل من منزل في قطاع البنوك وفي كل القطاعات الأخرى. وده أنا هتكلم عنه إن شاء الله في المستقبل بتاعه في الجزء الثاني من الجلسة. ما عايز أطول عليكم وأدي الفرصة لبقية المشاركين، وشكراً. أوكي. شكراً يا سعيد. طيب نكست هنشوف باشمهندس ريان. ريان جربت الموضوع ده، فكرة العمل من المنزل قبل كده في ظروف هي هتحكي لنا، وجربته حسي في الظروف الخاصة بتاعت جائحة كورونا. ورينا يعني حاجات الواجهات والفرق بيناتهم. تفضل يا ريان. أوكي، شكراً وليد. السلام عليكم. أنا ريان محمد عثمان الأسهري، Wireless Planning and Project Team Leader في شركة قناة الاتصالات. أول حاجة دايرة أشكر الدكتور أنور شديد جداً، وأشكر مبادرة الباحثين السودانيين على استضافتهم لنا، وإن شاء الله ربنا يرفع البلاء والوباء من السودان ومن العالم أجمع. وكده الفترة الفاتت كانت فترة صعبة علينا كلنا، ربنا يرفع البلاء إن شاء الله. أنا هتكلم بالنسبة لقطاع الاتصالات كمهندس اتصالات. زي ما قال باشمهندس وليد بشوية، أنا تجربتي احتمال مختلفة شوية. أنا جربت الشغل الريموتلي من سنة 2015، وجربت أستي في أبريل 2020 من خلال جائحة كورونا. بالنسبة للتجربة الأولى، أنا كنت شغالة في شركة سبل الاتصالات اللي هي outsource company، بنشتغل as outsourcing لكل الأوبريتر بتاع التليفون، شركات الاتصالات كلها بين MTN سوداني. فكانت التجربة بالنسبة لي الحمد لله ناجحة جدا بنسبة 95%، وكان فيها الكثير من التحديات والصعوبات، لأنه يعني في البداية الحياة كانت ما مفهومة بالنسبة لي، وما كنت قادرة أفهم الوضع حيمشي كيف لقدام. طيب بالنسبة لي أنا في سبل كنا بنشتغل بنظام المشاريع، فأنا أكثر من سنتين ونص كنت شغالة من خلال العمل عن بورد أو الريموت ووركينج. في البداية الوضع شوية يعني كان ما مفهوم بالنسبة لي أو صعب شوية. يعني قبل سبل أنا كنت شغالة في مجال الاتصالات برضو في أوفيس جوب، يعني شغل عادي، بتقوم من الصباح بتمشي بتعمل الجوب بتاعتك وبتجي راجع، عندك ويكند جمعة وسبت. فلما جاتني الفرصة في سبل صراحة في البداية ترددت، لأنه كان بالنسبة لي أنا ما قادر أفهم، طيب يعني أنا هشتغل ريموتلي، طيب يعني الحياة دي أنا هساعدني، أنا هقدر أشيل نولج الكمية اللي أنا دايراها من الوظيفة دي، الحياة دي هتساعدني في الكارير بتاعي قدام، كيف أنا أقدر أستفيد من وقتي وأنا شغالة ريموتلي، طيب كيف إنه أنا أقدر يعني أنافس في مجال الاتصالات في السوق بتاع الاتصالات، بما إنه هو السوق بقى كبير شديد واسع شديد ومجالات كبيرة شديد، والدور محتاج دائما إنه هو في حالة إنه هو يكون أبديتد، لأنه التكنولوجيا ماشية ومع الترند بتاع التكنولوجيا العالي، فلازم الزول يكون هو طوالي في حالة أبديت وفي حالة نوليج زيادة وكذا. طيب من خلال السنتين ووصل أنا اشتغلتهم في سبل، اشتغلت وظيفتين. الوظيفة الأولى كانت as drive test engineer، واللي هي ممكن نقول عليها field engineer، اللي هي بتطلب مني أنا أكون موجودة في الموقع ذاته في السايت physically. طيب الوظيفة الثانية كانت كنت post processing coordinator تحتي كمية من الأكيام. فصراحة الوظيفتين كان فيهم تحديات كثيرة،
لأنه أنا من خلال الوظيفتين كان لازم إنه أنا أكون متوفرة في أي لحظة يحتاجوني في ساعات الدوام الرسمي اللي هي من الساعة 8 للساعة 4. أنا كان لازم إنه أنا أكون متوفرة في 8 ساعات، طيب سواء كان مطلوب مني إنه أنا أكون متوفرة في السايت بنفسي أو من خلال الإيميل أو من خلال التلفون. يعني كان لازم إنه أنا أكون الكونكشن بتاعتي عالي شديد، وفي أي لحظة أي زول محتاجني يلقاني، وأنا محتاجة إنه أنا أي زول دايره برضه وأنا محتاجة إنه أنا ألقاه في الساعات دي. الحاجة الأهم من ده كله إنه أنا كان بكون إنه أنا واجهة الشركة مع الكاستمر، فدي كان صراحة مسؤولية كبيرة جدا. وانت ما في زول مرابط، ما في مدير داخل، ما في مدير طالع، ما في زول بيقول لك عملت الحاجة دي. يعني الحاجة دي كان بالنسبة لي بجد تحدي، يعني انه انت في النهاية انت يعني بتعكس مجهود وتعب ناس كتار جدا غيرك يعني. فالصيغة اللي ادوني لها في سبن صراحة كانت واحدة من الدوافع اللي خلتنا نمشي لقدام ونقدر نستفيد من التجربة دي بطريقة كبيرة جدا. طيب وزي ما قلت يعني مفروض الشغل يكون بكواليتي عالية والديليفري يكون في وقته وكل الحاجات فيها SLA. طيب في زمن معين لكل الحاجات، في ريبورتات عندها مواعيد مفروض تترسب في مواعيدها، في أيام أنا مفروض أيام كنت كوردينيتر مفروض إنه أنا أتابع الأيام دي، يعني ممكن يكونوا 7-8 أيام شغالين في نفس الوقت. طيب بالنسبة للشغل بتاع الفيلد اللي هو درايفست انجينير، بيضرب لك الكاستمر في أي لحظة من ساعات الدوام الرسمي زي ما قلت. وطبعا مرات بيكون في شغل يعني برا ساعات العمل، لكن دي بتكون برضو براها وعندها طريقتها براها، تمام. ففي ساعات الدوام الرسمي في أي لحظة يضربوا لي، أنا بكون مفروض إنه أنا مستعدة، مفروض أصل الصايف في زمن معين، وأول ما أصل أنا مفروض أتابع مع المهندس اللي أنا شغالة معه وأديه الريبورت بتاعتي أول بأول إذا كان مطلوب مني الريبورت حالياً وأنا في الفيلد، أو إذا كان مطلوب مني بعد ذاك أنا مفروض أشتغل تستاتي وأشتغل الحياة اللي أنا مفروض أشتغلها وأرجع البيت أرفع اللوك فايل وأرسلها. طبعاً الحياة دي كان محتاجة إنترنت قوي وخطة مريحة وإنه دول يكون هو ذاته واثق في روحه. طيب طبيعة العمل عن بعد كان مفهومة إنه الشركة بتديك راحتك فين وإنت المكان اللي حتشتغل منه وين. طيب يعني أنا أشتغل من البيت أو ممكن أشتغل من الـHQ بتاع سبب أو ممكن أشتغل من حتة مريحة بالنسبة لي. يعني مثلا مرات كنت بمشي مكتبات بتاع الدراية لأنه المكتبة حتة هادية رايقة، لما أكون دايرة أعمل فوكس على تاسك معين وعندي زمن معين 2-3 ساعات أنا مفروض أتم التاسك فيه، أنا بمشي مثلا المكتبة أو حتة هادية بنجز. ممكن أشتغل من أوزون، ممكن أشتغل من أي كافيه، دي كان واحدة من الحاجات الأدفان تيجي وتحفز الزور على الشغل، الزور عشان يكسر الروتين بتاع إنه أنت قاعد في البيت وكده. ممكن من الصباح تشيل لابتوبك تتفق مع ديكم من التيم بتاعك الناس لما بتشتغل. فكان صراحة بالنسبة لي تجربة ناجحة جدا ومفيدة جدا. طيب بالنسبة لي إنه الأسئلة الكثيرة، يعني أنا زي ما قلت قبل إنه أنا أول ما جيت أشتغل الريموت ووركينج أو العمل عن بعد كان عندي أسئلة كثيرة جدا وكويشن مارك كثيرة جدا. كيف أنا حأقدر أستفيد من الشركة دي، وكيف أنا حأقدر أفيد الناس، كيف إنه يعني الشير نولج حيكون كيف، أنا مفروض استفيد من الأيام اللي هم معي هم يستفيدوا مني. يعني أنا محتاجة إنه أنا بادية شغل جوب جديدة أنا أستفيد منهم أكثر عشان أنا أقدر أبدع في الوظيفة دي ذاتها وأقدر أتقدم لقدام وأقدر أمشي لقدام في الكارير بتاعي. فالحمد لله كانت التجربة مفيدة. وبرضه من الحاجات اللي كان من البداية برضه فيها question marks كثيرة إنه كيف ناس البيت يتقبلوا الحاجة دي، بحيث إنها هي حاجة ما متعارف عليها في السودان، مع إنه flexible work في السودان يعني في الشركات اللي هم شغالينه أنا شايفة إنه هو برضه ناجح جدا.
فأول شهر كده تعبت، وما قاعد الناس ما كانت قادرة تستوعب قصة إنه أنا قاعدة في البيت وعندي ديدلاين وشغالة وعندي حاجات في نفس الوقت وكده. طيب بعد ذاك الناس في البيت بدوا يستوعبوا، وزي ما قلت برضو المجتمع بتاعنا ما متعارف على الحاجة دي. ف يعني الحاجة دي بترجع طبعا لاجتماعياتنا كسودانيين وكده. فالناس ما كانت قادرة تفهم قصة إنه أنا قاعدة في البيت لكن شغالة. فبالنسبة لي صراحة كانت تجربة حلوة شديد وناجحة شديد ومفيدة شديد شديد، لأنه أنت بتجيك لحظات مثلا أنت بتتعصب، بيكون عندك مشكلة، فبتحتاج إنه أنت تفكر more advanced عشان أنت تحل المشكلة. يعني أنت، أنا صراحة يعني التيم كان كويس شديد، وكان كل الناس متعاونين، اي دور انا دايره في اي لحظه ودايره منه معلومه او يساعدني في انه انا اعمل حاجه غلبتني كان بلقى الناس. لكن برضو انت في لحظات بتحتاج انه تفكر اكثر وتحاول تشوف الجذور بتاعت المشكله وين عشان تحلها، والمشكله بتكون راجعه لمشكله ثانيه. هي ممكن تكون المشكله دي ما لك انت، لكن لها علاقه بحاجات ثانيه، لكن انت في النهايه بتجتهد وبتقدر تحل المشكلة. هاي بصراحة يعني نمت فيني الموهبة بتاعت التفكير، وإنه أنا كيف أعمل أناليزيس للمشاكل وكيف أقدر أحلها، يعني مش في مجال الشغل، حتى في حياتي العادية. فصراحة بالنسبة لي كانت تجربة ناجحة شديد. بالنسبة للريموت ووركينج من خلال الأيام الجاية بتاعت الكورونا، صراحة أنا بالنسبة لي يعني كنت متعودة عليه، وعموما كده في مجال الاتصالات كل المهندسين التكنيكال هم ما عندهم المشكله بتاعت انه يشتغلوا من البيت، لانه اساسا يعني نحن في الامرجنسيز، في الاعياد، في الاجازات، لو في حاجه انت في اي لحظه لابتوبك بيكون معاك وعندك البي بي ان وعندك الاكسس على السيستم، تقدر تخش وتقدر تعرف الحاصل شنو. فكنا متعودين على الحاجه دي، لكن المشكله الكبيره اللي كان واجهتنا المشكله بتاعت الزمن، الباوندرز بتاعت الزمن. فباقي الاجسام مثلا ما كان واجه لا قصه انه الشغل الريموت لي. احتمال الفترة الأولى هي كانت دايتها شوية عشان رمضان والناس مواعيدها ما مضبوطة وكده، فكانت المشكلة بتاعت تحديد الزمن وتحديد ساعات العمل واحدة من المشاكل اللي لقيت لي أيام الجائحة بتاعت الكورونا. يعني ممكن الزول يضرب لك مثلا لو دوام لحد 4 يضرب لك بعد 4، يرسل لك بعد 6، يرسل لك بعد المغرب. فالحياة دي كانت واحدة من المشاكل اللي لقيت لها أيام الجائحة بتاعت الكورونا. من تقريبا احنا من 16 ابريل 2020 لحد يوم الليله احنا شغالين ريموتلي، فول تايم ريموتلي، ما مشينا ولا يوم. والحمد لله الشغل ماشي كويس، مع انه في يعني في ضغط، لانه بحكم انه الناس كلها قاعده في البيت، ضغط على شركات، الضغط على النتورك عموما، والنتورك جت اوفرلودد شويه. لكن الحمد لله الامور ماشيه كويس، أدي فرصة لباقي الزملاء يحكوا التجارب بتاعتهم. والله يا ريان تجربتك ظريفة ومهمة، especially إنه أنت يعني we try to compare بين التجربتين وكده. معلش يا جماعة، إحنا حاولنا السيشن دي تكون diverse، يعني فيها ناس مختلفين من حتات مختلفة، لكن معلش المقدرة دي بقت مهندسين كده يعني. معلش يعني. لكن هو معانا مروة وشيماء دير حيكونوا مختلفين شوية من القصة دي. ريان بس دار سؤال سريع، بصايد الشغل قدرت تعمل حاجة تانية؟ يعني ما انت في flexibility صح؟ أيوة. هل في حاجة تانية قدرت مثلا تعملها، تعمل اي يعني learning تاني اونلاين حاجة يعني كده؟ صراحة الفترة بتاعت بتاعت الريموت working كانت يعني أزول، لو نظم وقته بطريقة كويسة بيقدر يستفيد منها استفادة كبيرة. أنا صراحة جزء كبير من دراسة الماجستير بتاعتي، يعني ممكن 75% أنا عملته خلال الريموت وورك من أيام شركة سبت. وكنت لما نغارينا بال 25% الأخيرة الفرق كبير شديد، مع أنه أنا ما كان فاضل لي حاجة، وآخر سمستر ده زول بيكون خلاص المواد خفيفة، وزول اتعود على المواد بتاع الامتحانات والقراية ودخل في المواد وكده. لكن تعبت وأنا شغالة، يعني انا يوم عملت الماستر وانا شغاله ريموتلي كان بالنسبه لي انه انا قادره اضبط وقتي، قادره اوزن وقتي، قادره احدد انه انا في كل وقت هعمل شنو. حتى ايام الامتحانات بالنسبه لي كانت اسهل،
مرات حتى ما كان بحتاج لإجازة ولا كده، لو الشغل ضاغط ممكن أشتغل وأمتحن في نفس الوقت. لكن لما نزلت بروجكت عديل إنه أنا لازم أكون فيزيكال في المكتب، كانت الحياة دي بالنسبة لي صعبة. طبعاً ده غير إنه أنت بتستفيد من وقتك في حياة تانية، لو عندك برامج، لو عندك حياة، بتلقى روحك إنه أنت يعني مقيد بديدلاين. ممكن الديدلاين يكون يومين، أنت بتشتغل بالليل، بتشتغل بالنهاية. في النهاية أنت مثلاً مفروض تخلص الحياة اللي أنت مفروض تخلصها. لو عندك تاسكات بفترة خلال ساعات اليوم، مثلاً ممكن من 8 إلى 11 بالكثير أنت تكون تميتها، بعدك باقي اليوم على أساس إنه عندك ريبورتات مفروض تشتغلها وأناليزز وكده. ممكن حتى لو أنت عندك حاجة في النص عايز تعملها، تقسم وقتك بعدك. يعني كل زول بيقدر يضبط وقته. فالحياة دي صراحة كانت ظريفة، وفي ناس قدروا يستفيدوا يعني استفادات قصوى أكثر من اللي بكثير شيء. شكرا يا ريان، تجربتك يعني واضح انها كانت بوزيتيف شديد. طيب نيكست يا اخواننا، هنمشي مع اخونا محمد عبد الماجد. محمد عبد الماجد اول حاجه هو اكس وايرلس مانجر، كان في ماكس نت شغال هنا، بعدين الظروف يعني ودته امريكا في شهر واحد ده، فطوال زول دخل على المود بتاع working remotely أول ما اشتغل هناك، فبرضو تجربة شوية شكلها مختلف. تفضل يا محمد. طيب يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي مجموعة الباحثين السودانيين على الاستضافة، ونحيي كل المتابعين، ومشكور يا وليد يا أخي على الاستضافة للموضوع الحيوي ده جدا، والتجربة يعني الناس كلها لقيت روح فجأة في التجربة دي. أديكم بريف عني بسيط. أنا محمد عبد الماجد، شغال أنا عارف ديزاين إنجينير، يعني نحن تقدر تقول بنعمل ديزاين للجزء بتاع الوايرلس من الشبكة، نشوف الشبكة محتاجة تغطية وين، التغطية محتاجة تقوية وين، الديماند الطلب على الترافيك والكاباسيتي وعلى الوين، وبيز على المعلومات البناخدها دي بنعمل ديزاين للشبكة. فتقدر تقول انه شغلنا ده يعني انت ممكن تعمله من اي مكان وفي اي زمان، يعني طالما انه انت عندك اكسس للتولز وللسيستمز اللي بتحتاج تعمل بها الحاجات دي، الارف ديزاين ممكن يتعمل في اي وقت من اي حته، ما في اي مشكله. فاقدر اقول يعني انه من اكثر المهام المناسبه جدا مع الحته بتاعت الورك فروم هوم، يعني تشتغل من البيت، تشتغل من اي حته، ما فيها مشكله خالص خالص. بالنسبه لي انا تجربتي الشخصيه بقت في انه زي ما قال اخونا وليد، انه انا رحلت لبلد جديده واستلمت شغل جديد في نفس الوقت. فزي ما انتم عارفين الواحد لما يكون خاشي على شغل جديد وشركه جديده، بيحب يتعرف على الموظفين زملائه في الشركه، بيحب يتعرف على الكلتشر الجديده، على الانفايرمنت الجديده. دخلتك للمكتب بيلففوك في المكتب، بيعملوا لك الاورينتيشن، يوروك ده منو، ده فلان وده مسؤول من كده. فشويه شويه بتبدا تتعرف على الشركه الجديده وعلى الكلتشر حقته. الحاجة الثانية، البلد ذاتها، البلد الجديدة، تعرف البلد النظام ماشي فيها كيف، الحاجات ماشية فيها كيف. أنا جيت لقيت الحاجات دي كلها معي. أنا أول يوم محمد، أنا جيت أيوة محمد دقيقة معلش، الحتة يا أخوانا بتاعت الـ corporate culture orientation دي حاجة مهمة شديد، يعني زي دي زي إنه يجيك ضيف في البيت قوم تعرفه بناس البيت. You have to introduce the employee جديد للشركة، نظام التوريو سيستم في الشركة، الكلتشر فيها كيف، الاتيتيودز بتاعتها كيف، في دريس كود، في حاجات كتير، الرول بتاعت الاتش ار بوليسيز بتاع كل الحاجات دي نيدز تو بي انتروديوسد للزول. ف كونك تدخل حته وما تعرف الحاجه دي معناها هتتخبط لحد ما تتعلم يعني بالهارد واي. الحته دي ممكن تكون ذا فيرست درو باك بالنسبة لموضوع الحاجة اللي واجهت محمد. يعني معلش أحمد تفضل. بالضبط كده، يعني مداخلتك في محلة. يعني أنا داومت يوم واحد، نادوني يوم واحد، لقيت المانجر سلمني اللابتوب حقي والمعدات حقاتي
وراني الاكسس اليوزر نيم والباسورد حق النت، هتخش على الحاجات دي هتشتغل كده. وطوالي قال لي توكل على الله امشي البيت. مشيت البيت وبدأت شغل طوالي. فمن الحاجات دي كان من اكثر الحاجات اللي واجهتني انه انا محتاج اتعلم التولز والسيستم بتاعت الشركه دي ريموتلي. لا في زول قاعد جنبك لو حصل اي سؤال تمشي تقوم تساله ويقوم يشرح لك. الحاجات دي كلها ما فيش، كل التولز متوفره. يعني انت عندك اكسس في الانترنال شات بتاع الشركه، الانترنال شات ده فيري باورفول جدا جدا. انت بتخش اي موظف في الشركه دي على مستوى امريكا كلها بتكتب اسمه بيجيك الكونتاكت انفورميشن بتاعته كلها، ممكن ترسل له مسج تتكلم معاه لو عايز يوريك حاجه عنده في الكمبيوتر بتاعه بيوريك، لو انت عايز توريه حاجه في الكمبيوتر بتاعك بتوريه، لو عايزه يخش عليك وهو يوريك الحاجه تتعامل بالضبط كيف يوريك ستيب باي ستيب، لو عايز انه هو يشوف وانت تعمل الحاجه قدامه كله افيلبل. يعني الحاجات دي كلها افيلبل جدا جدا. المشكله الوحيده بتاعت الحاجه دي انه لما انت تسال سؤال الاجابه بتكون على قدر السؤال. يعني الحته بتاعت انك انت السؤال يكون فيس تو فيس او جنبك في المكتب، الاجابه ممكن تكون مسهبه اكثر، فيها معلومات اكثر، فيها جوانب ثانيه مرتبطه لسؤالك. لكن في الوضع ده الريموتلي ده في معظم الاحيان الاجابه بتكون مربوطه بالسؤال اللي انت سالته. الحاجه الفلانيه بيعملوها كيف، دورين بيعملوها كده 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 كده، تمام. فدي من الصراحه من الحاجات اللي انا فاقدها الى الان، انه انت ارتباطك بالزملاء بتاعينك في المكتب، وكيف انت تقدر يعني بالذات لزول بعد شغل جديد كيف انت تقدر تعرف الكلتشر بتاعت الشغل ماشى كيف، وتقدر تعرف هم بيعملوا الاساينمنتس والتاسك كيف. ده اكثر حاجتين مهمات لاي زول داخل شركه جديده بيحتاج يعرف الناس بيعملوا الشغل كيف، محتاج يتعلم الحاجات دي. فدي من اكثر الحاجات اللي واجهتني. بالنسبه للشغل يعني الشغل بتاعنا ده هو في كل انحاء العالم واحد. يعني ما فيه اختلاف، العلم هو العلم، بتبقى في كيف طريقة أداء الشغل والتولز اللي بيستخدموها. فدي لنا أكثر حاجتين واجهوني. الحاجة الثالثة، أنت داخل على الشغل بتاعك عشان تقدر تأدي شغلك بصورة ممتازة جدا جدا، أنت محتاج تتعرف على زملائك على مستويات ثانية أكثر من مستوى الشغل. يعني أنت زميلك ده ما مجرد زميل، هو زميل ده تعرف أخبار وشنو أحوال وشنو جاي من وين. فالميزة في الشركات العالمية، الشركات العالمية بتحتاج تعمل الحاجة دي، أنه تعين ناس من backgrounds مختلفة جدا جدا، ناس جايين من بلدان مختلفة، ناس جايين من أجناس مختلفة. فالحاجة دي أنت محتاج تتعلمها عشان تقدر تأدي شغلك، أو عموما عشان الشغل يمشي بطريقة ظريفة. أنا كنت في السودان شغال، الشباب كلهم سودانيين وكلنا يعني أحمرنا قريب لبعض وكلنا من نفس الباكراوند وكده. الشغل كان ماشي يعني ببساطة وبحاجة ممتازة جدا جدا. بتجي هنا بتلقى فجأة أنك أنت شغل مع هنود ومع أمريكان ومع إنجليز ومع باكستان، أجناس مختلفة جدا جدا. وجودك في المكتب معاهم أنك تتعلم الحاجة دي سهل جدا جدا. هسي ما فيزه، أنت قاعد في غرفة وبتتكلم مع زول بالشات. فدي شوية برضو حاجة يعني إلى الآن أنا بحاول أتعلم وبحاول أتأقلم عليها عشان أقدر أدي وظائفي يعني بطريقة ممتازة جدا جدا. نضيف النقطة الأخيرة أقدر أتكلم عنها للحاجات اللي أنا كنت محتاج أن أتأقلم عليها، وجود أسرتي الصغيرة زوجتي وأولادي معي في البيت. لما في السودان إحنا بنصحى الصباح كلنا، الأولاد اللي بيمشي روضته بيمشي روضته، اللي بيمشي مدرسته بيمشي مدرسته، ونحن بنمشي الشغل. كل زول بيمشي يعيش حياته براه في عالمه، بنجي نتلاقى الساعة 4 بعدين نعيش حياتنا مع بعض. هسي لا، كلنا عايشين حياتنا، عالمنا الخاص اللي كان من 8 لحد 4 ده بقى كله عالمنا مع بعض في نفس المنطقة. فأولادك الفجأة كانوا مع أصحابهم وبيلعبوا اليوم كله، فجأة ما في أصحاب، حتى ما في جيران. يعني يمكن في أمريكا هنا الناس خايفة جدا جدا، يعني جارك ولا تسلم عليك ذاته،
لانه خايف من العدوى وكذا يعني، ولا اولاده بيلعبوا مع اولادك ولا اي حاجه. فاولادك محبوسين اليوم كله معك، وانت محتاج تشتغل ومحتاج تلاعبون ومحتاج تتفهم الوضع ده. فدي كلها يعني حاجات انا يعني واجهتني عشان اقدر، والى الان بحاول اتاقلم عليها عشان اقدر اواصل في الشغل بتاعي وكده يعني. فدي النقاط اللي انا حبيت اذكرها يعني شويه مختلفه يعني. الناس الزملاء تكلموا على انه التغلب على او التعود على الوسائل بتاعه التكنولوجيا ومشاكل قطع الكهرباء وكده، الحاجات دي هنا كلها طبعا متوفره. التشالنج بالنسبه لي انا او التحدي كان في صوره مختلفه يعني على مستوى شخصي بالنسبه لي انا يعني. فممكن ندي الفرصه لباقي الزملاء ونجيكم تاني في 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 نظره مختلفه للموضوع ده بزاويه مختلفه تاني ان شاء الله. تفضل يا ولد. واضح انه موضوع الكلتشر بارير ده يعني مشكله حقيقيه، especially انه انت يعني ما لقيت اي زول في الشركه، افتكر بس تير مانجر وكده. بلس موضوع الاسره ده يعني سيري تشالنجينج، يعني الناس كلها تكون عايشه في نفس نفس السبيس وانت قادر تشتغل برضو، والله يعني دي ستيب كويس شديد. الحمد لله. فعلا وفعلا كلامك صح انه التشالنجز هنا مختلفه من يعني في السودان من امريكا. هنا مشاكل التكنولوجيا والكهرباء والانترنت ديل هم الاكثر يعني، وايل العكس عندك هناك. تمام، شكرا محمد. طيب الفليفر بقى بتاع السيشن دي شيماء محمد بشير. شيماء مرشد ومحاضر في جامعة الأحفاد، زي أنا برضو يعني جربت موضوع العمل من المنزل، طبعا عندها inputs كتير في الحتة دي. موضوع المينتال هيلث برضو، وإنه ده حنجيه في الآخر، لكن يعني مبدئينا سنسمع منها تجربتها. فضل يا شيماء، الميكروفون، افتح الميكروفون. مساء الخير عليكم جميعا. شكرا للاستضافة يا وليد. وحقيقة فعلا نحن تجربتنا حتكون شوية مختلفة، أو تجربتي حتكون مختلفة. أنا مرشد ومعالج نفسي في مركز الأحفاد للإرشاد وعلاج الصدمات النفسية. بشتغل وظيفتين، أنا المديرة الإدارية للمركز، وفي نفس الوقت بشتغل كمعالج، وثانيا بشتغل محاضر بجامعة الأحفاد في مدرسة علم النفس ورياض الأطفال. حقيقة الشغل بتاع العمل من داخل المنزل أو التيلي كونسلينج، الإرشاد عبر التلفون أو كده، إحنا بالنسبة لنا ما حاجة جديدة، وعالمياً ما جديد، وبالنسبة لي إحنا في المركز ما جديد. يعني اشتغلنا الحاجة دي قبل كده أيام فضل الاحتصام، وكانت تجربتنا معاه كويسة شديد يعني، لأنه كان في حوجة شديدة له. فلما حدثت الجائحة كان من الضروري إنه الناس تواصل العمل والجلسات للعملاء لأهمية الوضع وحساسية الموقف. فكان مهم شديد إنه إحنا نواصل في الشغل بتاعنا دي. فكانت عارفين إنه حيكون في زيادة للحالات نسبة للتوتر اللي حيحصل، القلق اللي حيحصل، الخوف من العدوى، من حاجة الناس ما عارفة هي يعني حتكون نهايتها وين، وزيادة الضغوط الأسرية والمعيشية برضو. فطبيعة شغلنا إحنا يعني استقبال المكالمات من العملاء أو المرضى، إحنا بنسميهم عملاء طبعاً، ومن ثم إحنا بنحولها حسب الاختصاص. يعني إحنا عندنا ناس متخصصين في الأطفال، عندنا ناس متخصصين في الكبار، فبيتم تحويلهم حسب الضرورة والحوجة، زائداً الرد على الاستفسارات والاستشارات اللي هي ممكن تكون، والتوجيهات. يعني عندنا ناس بعض الحالات إحنا بنتم تحويلها يعني لمراكز أو لمستشفيات حسب الضرورة اللي هي بيحتاجوها. فبالتالي يعني بيحتاج مننا برضو كان مجهود، وإحنا من داخل المنزل يعني نشوف الناس اللي هم شغالين العيادات والمراكز والمستشفيات، هل هم متوفرين متين، ومواعيدهم كيف، عشان يقدروا يساعدوا في الحتة دي.
بالإضافة لأنه نحن عندنا جلسات يعني بصورة راتبة لعدد يتراوح ما بين ساعة لنص ساعة للجلسة الواحدة، اللي هي ممكن يكون عدد الجلسات ما بين 5 إلى 8 جلسات للبيشن الواحد. ومن هنا ذاته بشكر الزملاء معاي في المركز، يعني عدد مقدر منهم شغال معانا، زملائي وزميلاتي. في جانب تاني عندنا برضو يا وليد الحتة بتاعت التدريب، المركز برضو بيشتغل في الحتة بتاعت التدريب، فكانت برضو فرصة لنا نحن نعيد ترتيب أوضاعنا الداخلية ونشتغل على الباكيجز بتاعتنا بتاعت التدريب ونهيئ لنفسنا لما ننزل إن شاء الله. بالإضافة للإشراف برضو ده كحاجة من المتطلبات بتاعت الشغل حقتنا، إنه إحنا نشرف على الحتة بتاعت تحويل المكالمات واستقبالها. وما أنسى برضو إحنا عندنا 6 مراكز غير المركز بتاعنا في أم درمان في الولايات، فبرضو نحن بحتاج مننا إحنا نكون على اتصال دائم بهم بالتلفون عشان نتأكد إنه نفس الخدمة متوفرة لأول حوجة للناس المحتاجين لها من خلال المنزل وتوفير الدعم لهم. زائداً نحن بعد ذاك يعني كمحاضرين في الجامعة برضو بنشرف على الطالبات، يعني الحتة بتاعت الريسيرش وكذا، فدي برضو واحدة من الحاجات اللي إحنا بنشتغل عليها. أكيد زي باقي الزملاء ما ذكروا إنه في تشالنجز قابلتنا اللي هي الحتة بتاعت الزمن، لأنه الناس بتكون عايزين يعني الاتصال بيكون بصورة يومية، الزمن عندنا الكهرباء، عندنا الإنترنت، لأنه إحنا بنكون عايزين نرسل للناس دي المواد بحيث إن هم تعينهم السيلف هيلب مانيولز الصغيرة دي أو التيبس، فما بينفع أي حاجة لازم تكون بالتلفون. فمرات بنحاول إن إحنا برضو بنستخدم غير التلفونات بتحت الطوارئ أو حقة المركز، تلفونات الشخصية عشان نقوم نرسل لهم معينات تسهل لهم العملية بتاعت الجلسات. في دعم فيما بيناتنا لأنه عندنا اجتماعات برضو بصورة دورية اللي هي عشان لتجويد الخدمة، ويعني فيها برضو نوع من التحفيز والتشجيع لبعض. غير كده يعني بنشتغل على نفسنا، تطوير من نفسنا من ناحية بتاعت المهنية حقتنا، يعني زي ما قلت المواد بتاعت التدريب أو كده، أو كل زول عنده مجال معين هو شغال فيه. فترة بتاعت البيت دي غايته يعني أدتنا بوش شوية وفيها نوع من الفليكسيبيليتي في إن إحنا نقدر نشتغل بحيث إنه نكون يعني على راحتنا زي ما بقوله، بتختار الزمن المريح بالنسبة لك، ويعني عشان تقدر أنت ذاتك تأدي واجبك بصورة كويسة عشان تستمع للزول اللي هو محتاج المساعدة بصورة يعني جيدة. ويتلاقى لي قدام إن شاء الله في التيبس الجاية بالنسبة لنشوف السلبيات والإيجابيات للعمل من داخل المنزل. تمام، شكرا يا شيماء، وسعيدين بأن أسأل أحفاد. الله يخليك. طيب نيكست مروة رباب اللي هي الزوجة وأم الأطفال والعاملة. وافتكر يا مروة في شريحة كبيرة جدا جدا من أخواتنا يعني أمهات الشغالات، الموضوع ده بالنسبة اليوم يعني كان تشالنجينج حقيقي يعني. فتفضل يا مروة، افتح الميكروفون. طيب السلام عليكم ومساء الخير. أول حاجة أحب وليد، أحب أشكر initiative عشان يصيروا زي ده. فأولا أديكم نبذة عن نفسي بسيطة، أما عشان أمثل شريحة كبيرة من المجتمع اللي هي شريحة الأم الموظفة والزوجة اللي عليها مسؤوليات البيت بالإضافة لمسؤوليات الشغل والحياة العادية. طيب أنا اسمي مروة رباب، أنا زوجة وأم لأربع
من 12 سنة لحد سنتين، شغالة في برنامج الغذاء العالمي. هي منظمة متحدة، المين كونسبت كور وركها هو الفود سيكيورتي أو فود ديستريبيوشن، غالبا بيكون في دارفور وشرق السودان. طيب أنا الوظيفة حقتي اسمها Resource Budget and Resource Management، ده اليونيت اللي أنا شغالة فيه. فأديكم نبذة شوية صغيرة عن الشغل بتاعي. أول، إحنا كيونيت، إحنا اليونيت المسؤول من إدارة الموارد المالية، يعني زي ما ممكن أقوله بالعربي اللي هي Financial Resourcing Management، اللي هو مختلف تماما من شغل الفاينانس، اللي هو إحنا بنستلم الكونتريبيوشن. ممكن تقولوا ان الشركه دي غالبا عندنا احنا بنستلم الكونتريبيوشنز، وبعد كده الكونتريبيوشنز دي احنا بنوزعها على حسب على اتجاه او موداليتي، لانه الدبليو بي اكشلي بتوزع الفود على حسب على ديفرنت بطرق موداليتيز مختلفه. يعني عندنا كاش، وعندنا فود دايركت فود ديستريبيوشن، وعندنا كاباسيتي بيلدينج، وعندنا شغل بتاع اف اف اي وسكول ميلز. يعني فاحنا بنقوم نشوف عندنا pipeline طويل، وبعدين بنشوف الـ shortfall وين ونوزع عليه البجت على أساسه. في الأول إحنا لما بدينا قصة الكورونا عموماً، معلش يا جماعة الإنترنت عمره شوية، في مشكلة شكله. سامعني يا وليد؟ كملي مروه، ما كنا سامعينك. اكمل سامعني؟ حسي سامعني قاعد. اوكي، انا ما عارفه وقفت وين. لا، البايب لاين. اوكي طيب، بقول احنا اوكي، انا كنت اتكلمت على ان احنا كيف الطرق اللي بنوزع بها الفود عموما، في موداليتيز ولا فيتيز شغاله فيها المنظمه. احنا اول ما بدا شغل الكوفيد 19، بدات الجائحه بتاعت الكوفيد 19 دي، المنظمه قبل اللوك داون بتاع الحكومه، المنظمه قررت ان هي تقلل الفود برينت في المكتب علشان قصه العدوى والقصص دي. فاحنا اكشلي انا بديت قعدت اشتغلت قبل 3 أسابيع او يمكن شهر قبل قصه اللوك داون اللي بدا من الحكومه ذاتها. ف بصراحة أول مرة أكتشف إنه أصلاً شغلي ده ممكن أشتغله من أي مكان. يعني قاعدتي في البيت اكتشفت إنه طبيعة شغلي دي نهائي ما بتتطلب إن أنا فيزيكالي أكون في المكتب، وإنه عادي أنا ممكن أشتغل بنفس الكفاءة من أي مكان تحت أي ظرف. يعني ما في حاجة بتخليك مثلاً إن أنا شغلي ما أديه بنفس الكفاءة في أي حتة، يعني في البيت، في أي مكان تاني. كانت برضو واجهتنا مشاكل زي ما انتوا قلتوا، مشاكل شوية تكنيكال، مثلا، ودي كانت حلوها لينا بالراوترز بتاعت الانترنت العادية. وبرضو جات واجهتنا تاني مشاكل الكهرباء الاوتج، فدي برضو بقدروا يحلوها لينا بموضوع الباور بانكس الكبيرة اللي هي بتاعت اللابتوب اللي بتشغلك بتمشيك لحد 4 ساعات. وكنت بعمل حسابي يعني ان انا اشحن وبعد كده المهم. فقدرنا ان احنا توكوب مع 8 ساعات بتاعت الشغل عادي. يعني انا حسي في المرحلة دي ما هتكلم على موضوع الادفانتجز والديسادفانتجز، صح يا وليد؟ ده القدام شوية. فبس انا كنت الحاجه اللي انا كنت عايزه اوريكم طبيعه شغلي شنو، وكيف احنا كمنظمه عموما، ما انا تجربتي الشخصيه، كيف المنظمه قدرت تخلينا ان احنا نشتغل من البيت عادي تحت الظروف الحاصله. طيب مروه، خلينا كونتينيو. انت شكل الموضوع كيف في البيت، لما مشيت البيت انت بديت افتكر اولادك كانوا لسه في المدرسه، وبعدين اجزوا هاف واي كده يعني. You can continue on this. I can continue on this. خلاص، اوكي. طيب،
انا طبعا اول ما بديت انا بديت قبل رمضان يعني نزلنا اللوك داون حصل زي ما انا قلت قبل ما الحكومه اصلا يحصل فيها لوك داون. فانا حتى قبل ما قصه الاولاد يقعدوا من المدارس كانوا شغالين انا كنت قاعده في البيت. فالقصه دي في الاول كانت بالنسبه لي اكسبيرينس جديده جدا وكانت بالنسبه لي اكسبيرينس حسيتها ممتعه لانه حسيت انه في جوانب كثيره منها فادتني انا شخصيا على الصعيد الشخصي كأم يعني. ف انتوا دايرين اخش طوالي في قصه الادفانتج والديسادفانتج. انت احكي لنا تجربتك كانت كيف يعني بعد ما مشيت البيت. طيب زي ما هي. طيب اوكي انا طبعا بقول لك انا كأم عندي اربع اطفال فانا حسيت انه قعدتي في البيت كانت مفيده. اول حاجه لما بدا اللوك داون ده يا وليد كان بدا بقصه انه لما بدا الوقت اللي احنا قعدنا فيه في البيت كان في مشاكل الفيول برا انه في مشاكل بتاعه فيول. مشاكل الفيول دي عملت لنا مشكلتين اكشلي بالنسبه لي انا. اول حاجه مشكله الفيول نفسها ان انا اكوب فيول وامشي كل يوم المكتب واجري كان بالنسبه لي هيدك وستريس انه انا البنزين هيخلص وصل النص القصص دي. والحاجة الثانية إنه مشاكل الفيول بالبلد كانت عاملة لنا زحمة في الشوارع خرافية يعني. فقصة إنه أنا أمشي كل يوم مشوار أصلاً في العادة كان بياخد مني ربع ساعة بيجي ياخد مني 45 دقيقة علشان الزحمة بتاعت الطرمبات البنزين والحاجات دي. دي كانت بالنسبة لي مشكلة. فقعدتي في البيت في الوقت داك وفرت عليا actually physical يعني صحتي يعني أنا كنت جسدياً بقيت مرتاحة ووفرت علي زمن طويل. أنا كنت بستهلك حوالي مثلاً أنا عشان أقدر أصل مكتبي الساعة 8 أنا ما بقدر أنوم لحد بعد يعني 6 دي لازم أكون صحية 6 دي تماماً علشان أقدر أصل مكتبي الساعة 8 خصوصاً أنه الأولاد عندهم متطلبات تانية برضه. فقعدتي في البيت دي خلتني شوية أن أنا أرتاح الصباح ممكن أخذ زمني في النوم فالواحد بيجي مرتاح. الحاجة الثانية إنه أنا أول ما يخلص أنا الحمد لله إحنا في منظمتنا أنا إلى حد ما ملتزمة بقصة ملتزمين جدا بقصة الثمانية ساعات من البيت دي. فأنا بشتغل من 8-4 بغض النظر يعني ما عندي قصة إنه أنا مثلا أفضل شغالة بعد الworking hours. أوكي فحسي بقيت إن أنا بمجرد إن أنا أخلص شغلي الساعة 4 أنا كده خلاص ما مطلبة من إن أنا أبذل تاني زمن في الشارع أو في البتاع عشان أصل البيت وأصل تعبانة. فبجيت بصل البيت بكون قفلته وخلاص أنا في البيت already. والحاجة دي كانت بالنسبة لي برضو حاجة كويسة جدا. الحاجة الثالثة الفلكسبيليتي بتاعت الزمن بتاعتي أنا في البيت يعني مثلا إنه أنا during the working hours أنا لو عندي حاجات في البيت عايزة أخلصها أو حاجة مع الأولاد الحاجة دي بتخليني ان انا كان مانج ماي تايم بيتر. في فرق بينه وبين ان انت تكون قاعد برا بيتك 8 ساعات بعيد من اولادك 8 ساعات. فدي بالنسبة لي كانت حاجة كويسة جدا. امشي على الجانب الثاني بتاع انه انا الحاجات التحديات اللي واجهتني في القصة دي شنو. طيب زي ما قلت انا عندي اربع اطفال في اثنين منهم كبار ديل ممكن يكونوا بيستوعبوا الفكرة بتاعت انه انا قاعدة شغالة فلو سمحتوا ما عايزة ازعاج. لكن في نفس الوقت أنا عندي اثنين برضو تانين عمر 4-3 سنين وعمر سنة ونص. فديل كانت الفكرة بالنسبة لهم شايفيني في البيت معناتها أنا قاعدة فما كان عندهم الفكرة بتاعت إنه أنا ما بقدر أنا شغلي عشان البجت شغل البجت ده بيحتاج أناليسس كثيرة وتركيز لأنه هو بيعتمد على الفيجرز وإحنا دايماً في ريبورتس بنرسل للريجنال بيرو في القاهرة أو في HQ مثلاً في روم بصورة دورية. الحاجة دي بتتطلب منك أن أنت تكون فوكس وأن الأناليسيس بتاعتك تكون مظبوطة وما بتكون داير ديستراكشنز وهذا زي كده. فطبعاً وجودك في البيت وسط الأطفال وأن هم يستوعبوا أن أنت في اللحظة دي محتاج مثلاً عندك ديدلاين ومحتاج تخلص الحاجة دي في اللحظة دي دي صعبة جدا يعني. حتى لو عندك ميتينج مثلا او عندك مكالمة في التليفون او كده
فكرة إن هم يسكوك مثلاً من أوضة لأوضة أو من كده دي ما كانت حاجة بالنسبة لي سهلة إن أنا أقدر أنجز، يعني في حياة معينة ما أقدر أنجزها بوجود العيال. طيب أنا هتكلم برضو على جانب إن أنا أم، فكرة إن أنا أكون قاعدة في بمشي الصباح المكتب أو خلال الأسبوع أنا عارفة إن أنا عندي 8 ساعات برا شو برا البيت، بتخليني كأم مجبرة إن أنا أنظم حياتي تماماً خلال الويكند مثلاً. فالحاجة دي بتخليني إن أنا أكون عارفة إن أنا هويري كلها هعمله في الويكند، أكل الأسبوع كله بجهزه في الويكند، حاجاتي كل حاجات متطلبات العيال بكون مستفاها ومزبطاها خلال الويكند. فالحاجة دي actually كانت مخلياني زولة إلى حد ما أعتبر منظمة، بحيث إنه أنا لما أجي في نص الأسبوع ما بكون مضطرة إنه أنا أطبخ في نص الأسبوع أو كده. الحاجة دي شوية بعد ما بقيت قاعدة في البيت عشان أنا بحس إنه أنا I can manage my time، طبعاً هي ما في كل الأحوال بتنجح، لكن مرات بتنجح ومرات لا، فالحاجة دي ممكن تكون عملت لي شوية disorganization في حياتي يعني. الحاجة الثانية زي ما ريان ذكرت إن هم استيعاب ناس البيت، ما بس الأطفال حتى الناس الكبار، هو أنت شغال وجودك في البيت بديك الإحساس، بديهم الإحساس إن أنت أصلا ما شغال يعني أنت قاعد، درجة إنه حتى أهلي كم مرة بيطلبوا مني مشاوير خلال اليوم يعني في during the working hours لحد ما يستوعبوا إن أنت فعلا عندك اجتماعات وكده. الحاجة دي أخذت وقت طويل جدا منهم حتى من ناس بيتنا يعني. بس يلا في واحدة برضو، في واحدة من المشاكل اللي أنا ممكن أعتبر إن أنا واجهتني أو حاجة حسيت إن هي ما حاجة كويسة من قعدتي في البيت. إحنا كإنفايرومنت أنا بعتبرها very rich في المنظمة، ما بس علشان هي طبعا إحنا عندنا different backgrounds وmulticultural organization، الناس مش من كل أي حتة في العالم شغالين معنا، فبفكرة إنه أنت بتلاقي ناس من different backgrounds وعقلياتهم مختلفة، ما بس بتخليك أنت زول منفتح على أو عندك experience في شغلك، بس الحاجة دي بتخليك أنت برضو بتخلي أفكارك مختلفة. يعني أنا خلال الكارير بتاعتي في الـ WFP غير الـ working experience اللي أنا I gained during my career، أنا بقيت حاسة أنه أنا في حاجات كثيرة تعلمتها من الناس، يعني personal skills، ما في حاجات كثيرة مختلفة بتخليني أيوة. فالحاجة دي خلت الانتراكشن مع الناس بتخليك إن أنت بتخلي يعني المنتاليتي بتاعتك مختلفة، وبتخليك إن أنت أصلاً يعني مخك ما بيكون في اتجاه واحد زي ما بيقولوا يعني. Exactly. الحاجة دي أنا I missed شديد. وبرضو لو جيت لنفس النقطة إنه أنا كأم لما كنت بطلع الصباح من بيتي بمشي الشغل، بعد كده بلقى إنه بقابل ناس عندنا الكوميونيتي في الـ WFP، أنا بعتبره كوميونيتي جميل جدا وهيلثي وحلو، فإن أنت بس تلاقي أصحابك تفطر مع ده وتشرب قهوة مع ده، وبعدين ناسات جانبية طبعا في حياة زي كده غير موضوع الكارير والإكسبرينس والحاجات دي، كان عندي أعتبر إنه أنا 8 ساعات بتاعت الصباح دي كنت عندي فيها يعني كانت المنتاليتي بتاعتي مختلفة، وعندي سوشيال لايف ممكن أقول ناجحة إلى حد ما. يعني حتى لو أنا ما لقيت ناس أصحابي during the weekend كنت بكون مكتفية بعلاقاتي، بحسها very rich في المكتب. الحاجة دي طبعا بقت، والفكرة أن أنت أصلا تقعد تتكلم مع ناس adult كلام مختلف عن نطاق البيت والطبيخ والأكل، و لما بقيت قاعدة في البيت بقيت actually أنا 24 ساعة قاعدين بين الأربع حيطان، وفي نفس الوقت الحاجة دي ما في عندنا يعني conversations مع ناس مختلفة غير تقريبا يعني أنا وزوجي، وبقينا أغلب الوقت بنوجه instruction للعيال وكل، فما I miss the other talk ممكن تقول يعني. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا حسيتها يعني ما عارفة يعني ممكن من الـ disadvantages بتاعت قاعدة البيت. الحاجة اللي ممكن برضو أقول إنه أنا إحنا كناس ما يعني قاعد ساكنين في شقق، ما كان عندنا work space. ما
باخذ شغل معايا البيت نهائي شغل. حتى اللابتوب I never take it home، يعني كنت بسيبه في المكتب ابدا ما برتاجي حاجه زي مع شغله صغيره كده حاسه. فطبعا فكره انه انا حاسه ما الاقي السبيس اللي فيه البرايفسي اللي بتخليني اقدر امارس شغلي بدون، ايوه الورك سبيس المناسب اللي بيخليني امارس شغلي بدون اي ديستراكشن من الاولاد مثلا يعني. اوكي اوكي برضو بقول انه الاكسبيرينس بتاعتي دي هو فيها حاجات كثيره ممكن تحسوا انتوا حاسين انه الديسادفانتجز اكتر من الادفانتجز، لكن انا الكونكلوجن انا عشان عمري ما فكرت في يوم من الايام ان انا اشتغل من البيت او ما تخيلت انه ده اوبشن موجود اساسا اون جراوند للامهات، فحسيت انه ككونكلوجن انا حبيت الاكسبيرينس، حبيت ان هي حاجه مختلفه بصراحه يعني. في حاجه ثانيه برضو كنت عايزه اقولها في قصه الاكسبيرينس، انا دايما بقول لهم انه الشغل الكارير حقتك ما بس فكره انه انت بتمشي تعمل شغلك وتاخذ قروش وتجي راجع، الفكره انه الشغل ده مما هو يبطل يديك نوليدج مفروض. فانا كنت من النوع انا شغلي ده انا بحسه واسع، العلم فيه ما بينتهي، بجد حاجه كده كبيره جدا، وقدر ما بمشي انا حاسه شغاله اللي هي 6 سنين فيه، ولحد حاسه انه انا لسه في نص الطريق، لسه في حاجات كثيره بتعلمها من فكره الريسورس مانجمنت والتكنيكس والاناليسيس وحاجات كثيره. فانا دايما كنت بعتبر نفسي ان انا في حاله اون جوب تريننج طوالي، لكن مما قعدت في البيت بقيت حاسه انه انا عندي اوتبوت بالاسبوع مفروض اخلصه وبخلصه فعلا، لكن بقيت حاسه انه انا بدي اكثر مما انا باخذ من المنظمه. يعني هم يعني دايما في تاسك مفروض يخلص، انه زمان الانتراكشن مع الناس كده بيديك نوليدج وتريننج طوالي، حاسه الحاجه دي اي ميست ات لوت يعني. لكن برضو لسه بقول انه ككونكلوجن الاوبشن ده للامهات انا ما حسيته انه هو اوبشن بصراحه يعني. الحاجه دي ممكن تكون حاجه لو بيجت في اوبورتونيتيز زي دي للامهات في السودان، انا متاكده انه في ناس كتير هيشتغلوا من البيت، وانا متاكده انه في كميه من البنات اللي عندهم بوتنشال وما قادرين يطلعوا الشارع ويشتغلوا علشان ظروف اطفالهم وبيتهم وكده. فانا بقيت حاسه انه دي لو بقى في فعلا في اوبشن في السودان انه الامهات يكون عندهم الاوبورتونيتي ان هم يشتغلوا من البيت، الحاجه دي ممكن تكون كونسيدرابل حتى بالنسبه لي انا، بالذات لو انا عندي اطفال صغار في سن اصغر من 5 سنين بيحتاجوا رعايه خاصه. فبقيت حاسه انه I can consider options زي ده in the future لنفسي، وبحس انه انه يعني الحاجه دي قدر ما هي برضو فيها disadvantages لكن انا حبيتها وممكن I can consider it in the future. أوكي. بس ما اطول عليكم اكثر من كده وليد. تمام والله يا مروه تجربتك very rich كانت، ووضحتي فيها حاجات كثيره ايجابيه وسلبيه. خلونا نوضح يا جماعه انه احنا ما عايزين نقول انه الحاجه دي كويسه او كعبه، احنا عايزين نوري انه work from home is an option. ممكن ناس كتير ظروفهم تقوم بتسمح انه يشتغلوا يطلعوا الشارع زي ما قالت مروه، they could be men even يعني it's an option انه انت valid option يعني انك تشتغل من البيت وكون productivity بتاعك عالية. من أهم الحاجات اللي ذكرتها يا مروة socializing مع الناس وbuilding يعني relationships مع الناس ومجتمع في الشغل، which is نحن بنقضي 8 ساعات من وقتنا مع ناس في الشغل، فمهم جدا جدا نحن يكون عندنا علاقات كويسة مع الناس ديل، والعلاقات دي مفيدة جدا جدا وتمتد لعلاقات ممكن تكون يعني مفيدة جدا في الحياة يعني، وتكسبنا حاجات positive كتير يعني. بلس الحته بتاعت الليرنينج او النوليدج ترانسفير، ايوه حقيقه دي حته مهمه شديد ان نبدا نفقدها لما نمشي للبيت، وممكن تكون بتاثر مالي على الناس الفريش الجويننج يعني الجويننج شو ديل بتاثر عليهم بطريقه واضحه. طبعا الناس السينيورز او الناس الاوريدي شغالين ديل يعني لحد ما ده كمالي الموضوع ده بعد كده ما انت احنا ناس ما قادرين مثلا نتلاقى فيس تو فيس،
However, we can interact via WhatsApp, on Facebook, بتاع. We can manage, we can set up meetings, وكده يعني. ممكن نلقى حل إلى حد ما للموضوع ده. خلونا أقول إنه في careers, experience فيها زي ما قالت مروة, day by day أنت بتبني experience. يعني ريان شغالة معنا. نحن شغلنا إلى حد ما مرتبط ببعض. وفي ناس تانين احنا يعني في سيركل بتاع ديبارتمنتس كلها في النهايه المفروض تشتغل مع بعض عشان الاوتبوت يكون نتورك تمام. وينيفر انه في مشكله, المشكله دي بيكون يعني انفولد فيها كل التيمز, لكن كل مشكله يا اخوانا بيكون شكلها مختلف. فكل مره كل يوم احنا بيكون عندنا نوليدج جديده, فكره جديده. ويمكن الشغل الهندسي It's more about experience rather than يعني theory أو certificates أو كده يعني. فلكن الحتة بتاعت ال knowledge transfer بين الناس on day to day والحتة بتاعت socializing حقيقي بتتحسن من من experience حقت الزول. أنا وجه تاني إنه إحنا بنحاول نوري إنه الحاجة دي option. ومعليش يا إخواننا بشكل الحاجات ماشي على engineering, لكن يعني مروة وشيماء حياة مختلفة من الحتة دي. coming back لتجربتي الشخصية. طيب أول حاجة ما أنا إلى حد ما I feel إن أنا أشتغل من البيت. أنا أكتر أول حاجة واجهتها موضوع الورك سبيس زي ما قالت مروة. أنا عايش في شقة ومعي أسرة. فما قدرت يعني لأول مرة يمكن أعرف فائدة أوضة المكتب أو غرفة المكتب في المسلسلات المصرية. زمان كنت أفتكرها رفاهية, لكن واضح إنه الحاجة دي يعني عندها فائدة وعندها يعني ناس بتستفيد منها وكده يعني. فأنا ما قدرت أوفر الحاجة دي في البيت. بصايد طبعا مشاكل الإنترنت ومشاكل الكهرباء وputting mind إنه الشغل يعني بيحتاج يعني أعرف معلومة on spot وto respond on spot للمعلومة دي. فما قدرت إلى حد ما أنا however I manage يعني تيم كبير إلى حد ما to interact with the team ده بفتكر إنه بالعكس إنه نجاح شديد. إحنا مفروض من الصباح نبدأ to report الحاصل في النتورك من الصباح, أو نبدأ بعد ذاك وانتراكت مع المشاكل دي ونبدأ نحل حلها وكده يعني. يمكن جدا جزء من الحاجات اللي ذكرت مروة وريان أو كده يعني. طيب ملاحظاتي إنه أول حاجة الريبورت دي عمرها ما تأخرت. البرودكتيفيتي بتاعت التيم زادت, يمكن لأنهم هم بقى يعني توفر لهم more comfort و more flexible time, فممكن يكون نفسيا يعني بيكون افضل. لكن الحقيقه زادت والحاجه دي انعكست على الشغل. ممكن يكون في ناس قدروا يمارسوا رياضه, قدروا يمارسوا حاجات ثانيه كده يعني. يمكن الفتره اللي فاتت بصايد موضوع الكورونا في البلد في مشاكل الفيول الى حد ما الانفليشن زايد شديد, فافتكر الناس قدرت to save money لانه ما في spending. انت قاعد في البيت ما في spending على البنزين, ما في spending على الـ expenses حقتك اليوميه. فالحاجه دي قلت سوى الناس قدرت to save وكده يعني. فالى حد ما ممكن اكون يعني رضيت عن التجربه وافتكر انها it's an option زي ما قلت قبل شوية. خلونا تموف نحاول نعين التجربة دي من زوايا مختلفة. وطف إنه الشركات حبت تأضبط الموديل ده وبقى an option الناس حد عمل به يعني. يعني حنشغل ناس عديد يعني based on work from home. الحتة دي طيب كيف حنقدر نظبطها وكيف المدير أو الـ HR يقدروا يقيموا أداء الزول ويجو تو أدابت يعني مع الـ situation الجديد, ويجو آريات للمراقبة
للموظف. هنسمع معاه هنا باشمهندس محمد عبد الماجد. تفضل يا محمد. طبعا دي حته حساسه شويه. نحن مفروض بطبيعتنا انه نحن جايين نشتغل، فالواحد بطبع يعني زي ما نقول شو مفروض يكون حاجه جواه كده هي المشكله والقصه الانضباط في الشغل. لكن يعني نتكلم على ظروف خاصه وبينه نتكلم على وضع مختلف. فانا حد يعني اقتراحات دي او افكار دي حتجي من باب للمانجر او المدراء، مدراء الاقسام اكثر من الاتش ار يعني، ونحاول تو كونكت مع الاثنين يعني. فبالنسبه لك انت كمانجر، انت محتاج تو مونيتور، يعني محتاج تعمل حاجتين: تو مونيتور التيم بتاعك انه هو شغال فعلا او لا، يعني في يعني قاعد شغال كويس، دي حاجه اولى. الحاجه الثانيه انت محتاج تو ايفالويت الشغل بتاعه ده. دي المحورين الاساسيات في الموضوع. ففي تولز بتساعد في الموضوع ده، وحاجات بسيطه جدا ممكن تكون انا متخيله تكون متوفره لاي شركه، يعني حتى ولو شركات بسيطه او كده تولز متوفره جدا جدا. الحاجه البديهيه الظاهره الممكن على من الاول حته الريسبونس بتاع الموظف بتاعك او استجابته للتليفون، الايميل، ولو في نقدر نقول انترنال شات او حتى ايفن سكايب بيشتغل يعني. فانت خدت الشركه كلها بتاعتك، اي زول في الدنيا او يعني معظم الناس اللي في المجال الشغل ده عنده سكايب وكده، فانت من خلال سكايب ومن خلال الايميل والتليفون بتقدر تعرف الى حد كبير انه الموظف بتاعك ده شغال وبيأدي في شغله متواجد. يعني اهم حاجه انه انت دار الموظف بتاعك ده يكون متواجد، يعني بالذات كان في مجالنا بتاع الاتصالات او في حتى المجالات الثانيه زي ما بتكلموا يعني تكلموا اخوان المشاركين. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نقدر نقول عليها يعني يمكن ما اعرف في السودان يمكن شويه تكون ما مستعمله، نقدر نضيف يعني زي يوزر نيم او باسورد لكل موظف. هي الحاجه دي ممكن تكون موجوده لكن ما مفعله بشكل effective يعني انت لما يكون عندك الموظف بتاعك عنده يوزر نيم وباسورد حقين هو بيستخدمه من ما يعمل لوجين على اللابتوب بتاعك، يخش الشبكه الداخليه بتاعت الشبكه ويخش على السيستمز ويخش على التولز اللي بيستخدمها في شغله، بتقدر انت تتراك اي خطوه او اي تشينج او اي حاجه بيعملها في السيستم الموظف بتاعك ده. يعني اي تول فيها الكابابيلتي بتاعت اليوزر نيم والباسورد بتقدر لما تراجع بتشوف انه الدخل على التول دي منو ودخل 200 وعمل شنو. ودي الحاجات الاساسيه اللي انت محتاج تعرف من الموظف بتاعك. فالحته بتاعت اليوزر نيم والباسورد دي انا افتكر حاجه مهمه جدا جدا. معظم الشباب الشغالين بالذات في الشركات العالميه اكيد حيكونوا مروا على الحاجه دي وعارفينها وظاهرة جدا بالنسبة لهم. الحاجة الثالثة البسيطة، ناس في حاجة اسمها جوجل شيت اللي هي بيزيكلي اكسل شيت. اكسل شيت بس بيز يعني اونلاين عاملينها ناس جوجل. الميزة فيها انه الاكسل شيت دي انت بتشوف التشينجز اللي بتحصل لها لايف، يعني انت الكرياتر للجوجل شيت دي بيعملها وبيعمل شير، بيعمل لها شير بيرسل اللينك للتيم كله اللي معاه. اي زول بيعمل كليك على اللينك ده بيدخل على الشيت بيقدر يشوف التشينجز الحاصله وبوريه اللي بيعمل التشينج منه. فانت ممكن كمدير تحط التاسك بتاعتك للتيم بتاعك في الجوجل شيت دي، وكل تاسك تجزئه لاجزاء وكل جزء مسؤول منه منه. فانت بتقدر تتابع يعني هم التشينجز اللي هيعملوها في الاكسل شيت دي او في جوجل شيت دي هتكون انت شايفها، يعني بوريك كل واحد بيوريك التشينجز عملها منو عملها متين وكده. ما ضروري التاسك في روحها تكون قاعده في جوجل شيت دي، لكن انت بتقسم كل واحد بيعمل التاسك وبيجي بيكتب دن التاريخ الفلاني الحاجه الفلانيه. فدي الثلاثه حاجات، ثلاثه وسائل نقدر يعني المدير القسم او المسؤول او مدير التيم او كده بيقدر يتابع بيها الشغل بتاع التيم بتاعه ماشي كيف والتاسكات ماشيه
بشكل متزامن يعني مع الديدلاين. بالنسبة للحتة بتاعت الإيفالويشن دي نقدر نقول أنها هي ما هتختلف كثير سواء الناس شغالة work from home ولا work في الأوفيس ولا كده. عندنا الأنوال ريبورت، عندنا المونثلي ريبورت للتاسكات، عندنا الكوارترلي ريبورت، كل ناس على حسب السيستم الشغالين به في الشركة يمكن يعني تقدر تقيم الموظف بتاعك عمل شنو، التاسكات اللي أديت عليه في الفترة الزمنية المحددة قضى منها قدر شنو، وصاد التايم الديدلاين اللي انت بتعمل عليه. فدي كلها حاجات يعني سواء بقت الناس شغالة from home ولا كده. ممكن التولز دي تديك انديكيتر الى انه البرودكتيفيتي بتاعت الموظف بتاعك بقى شكل عامل كيف. يعني انا متاكد الناس كلها حتكون او يعني حابه تعرف يعني مع الوضع الجديد ده البرودكتيفيتي بتاعت الموظف حصل لها شنو، زادت نقصت كده يعني. فافتكر الحته بتاعت الريبورتس المونثلي ريبورت او الانوال ريبورت او الكوارترلي ريبورت دي حتوضح لك انه هل فعلا الناس لما شغاله ريموت هل البرودكتيفيتي زادت ولا ما زادت وهكذا. الحاجه الاخيره طبعا الفاينل ريبورت لاي تاسك لاي فتره زمنيه معدده معينه بتوريك الفاينل ريبورت كلها اللي بتترفع كلها اللي بيعمل اللي بتلقاها المدير يعني برضه بتوريك ممكن تكون وسيله ناجحه جدا في موضوع الايفالويشن. النقطة الأخيرة اللي أنا حاب أضيفها بس في الحتة دي أنه كتجربة شخصية بالرغم من التشالنجز حقتها يعني التحديات الكبيرة اللي احنا تكلمنا عليها كلنا، أنا أفتكر يعني تجربة الشغل الريموت بالذات للمجالات الطبية نقدر نقول مجالات الطبية بالذات دي فرصة ممتازة جدا جدا يعني بالذات عندنا في مجال الاتصالات سواء انت شغال في الجزء بتاع الديزاين سواء انت شغال في الجزء بتاع الاوبريشن سواء انت شغال في الجزء يعني النتورك عموما سواء انت بتعمل ديزاين للنتورك ولا سواء انت بتعمل مينتنس او بتحاول تحافظ على الكواليتي بتاعة النتورك، الحاجه دي بتتطلب مننا انه ما نكون محاطين في مكان محدد، بالعكس بتطلب مننا انه نكون نقدر نؤدي وظائفنا دي في اي مكان يعني ما نكون برودكتيف بالضبط في نفس الوقت. انا عارف في السودان طبعا لا 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 يعني ما ادري اقول ما ادري اعمم، لكن الفكره بتاعت انه الدوام وال اسمها شنو هي البصمه زي ما بنقول وتبقى شكلها كان شنو، لسه الفكرة دي يعني مسيطرة يعني على بالذات على الشركات وأصحاب البيزنس نقدر نقول يعني صاحب البيزنس ده كمان شافك بعينه قدامه ما بيقتنع أنك شغال ما بيقتنع أنه يعتمد على ريبورت وعلى actual productivity اللي هي دي ممكن تكون نتائج صادقة أكثر من وجوده هو قاعد قدامه في المكتب ممكن يكون ما شغال لكن إنتاجه هو المؤشر الحقيقي اللي بيوريك انه فعلا الموظف بتاعك ده شغال ولا ما شغال. في النهايه انت يعني نحن نتكلم على مؤسسات او يعني شركات ربحيه، في النهايه القروش الخاشه هي اللي بتوريك الموظفين شغالين ولا ما شغالين، ده المؤشر الاساسي يعني. فافتكر ان احنا محتاجين نغير العقليه بتاعتنا دي عشان نمشي قدام شديد. اكشلي معلش كريستو خسكفك لا 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 يعني حاسس في المانجمنت والليدرشيب سكيلز يعني الجديده they're focusing more في موضوع البرودكتيفيتي اكثر من موضوع البنكشواليتي او الاتندنس انك تجي الساعه 8 او الساعه 7 وتطلع في مواعيدك والبريك تايم والكلام ده. لا 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 يا جماعه يعني اذا في زول بتاع اتش ار هنا خلاص يا اخوان الموضوع ده انتهى. You can refer to Harvard, you can refer to اي انستيتيوت بتاع مانجمنت هيقول لك الكلام ده. احنا حاليا دايرين انك تكون برودكتيف تدينا انتاجيه بتاعت شغل. حاجه ثانيه يعني يمكن ال اخر الفينات والناينتيز والايتيز بيتعاملوا مع الامبلوي الى حد ما زي المشين، دايرين انك تجي بغض النظر عن ظروفك من 8 ل 4 تكون موجود. This is يعني كانك روبوت
لا لا يا إخوانا الحاجة دي برضو اتغيرت. حسي إحنا يعني بنتعامل مع الامبلويي كهيومن، بنحاول نوفر له بيئة العمل المناسبة له، بنحاول نراعي له ظروفه، بنحاول نعمل له إيفنتس يعني شوية يعني تفرج عنه. في ستريس إخوانا في الشغل، في ستريس كتير شديد. يعني اي زول بتاع اتش ار يقول لك تشتغل تحت ضغط، وهم يقول لك اي طيب انت بتشتغل تحت ضغط يعني حاول طيب يعني اعمل بالانس، وفر لي حاجات عشان انا ما اكون مضغوط. هو وفي جوبس يا اخوانا يعني ستريسفول شديد، دايما انت بتكون في اندر بريشر يعني. فالحاجه دي يا اخوانا بتتغير. يعني مثلا كل الناس شافت مكاتب جوجل في الانترنت، شفتوها ملونه كيف ومريحه كيف كده. This is the kind of الناس بيحاولوا يعني مش تنتين الناس بيحاولوا يعني بوفروا الناس بيعمل يعني لطيفة. الأوبشن بتاع سبل بتاع ريان ببساطة منه شديد، especially إنه هو يعني like قبل 4 أو 5 سنين، لكن allowing الناس يشتغل من البيت حقيقة حركة شجاعة very trending. يعني ناس مواكبين الخاصة شنو في العالم، allowing هارينا تشتغل من كافيه يعني حقيقي دي حاجة كويسة شديدة. وبالتالي هي كانت productive جدا وما حصل يوم اتأخرت في الريبورتس بتاعتها. معلش يا اخوان احنا we're running out of time. خلونا نرجع لريان ذاتها. ريان كان مشاكل in short كده، اهم مشكلة لقيتك كانت موضوع التحديات الثقافية والاجتماعية والناس ما قادر تستوعب ان انت شغالة من البيت. In short كده ورينا يعني كيف انت يماني دي انت تطلعي من الحتة دي. عندك 2 minutes يا ريان. عندي كم؟ 2 minutes. اوكي طيب يا وليد. زي ما عارف طبعا الموضوع ده كان صعب جدا زي ما انا قلت قبل بالنسبة لاجتماعياتنا الكثيرة، وانا طبعا يا خانة زولة ام درمانية بحتة. يعني البيت البافات يحود داخل وطالع. انت بتكون حاسر روحك في حته، يعني احنا يعني انا مثلا ما زي مروه البيت شو حته الناس كلها كبار وعين ما يعني ما في مشكله، لكن برضو لما نجي دول داخل من برا مثلا ضيفنا الجيران ما بيرضى قصه انه انت قاعد، والعجب لو شافك جيت طالع مثلا انت قاعد من جبال وما سلمت، يعني الناس ما قادر يستوعب القصه دي. غير طبعا في البدايه شديد ناس البيت ذاتهم كانوا هم ما قادرين يستوعبوا القصه دي، وعلى قول مروه يا ريان تعال عمليك يا ريان تعال جيبي يا اخوانا انا ما يعني الموضوع ده كده ما بينفع. شويه شويه بيجوا بيفهموا حتتي انه انا مثلا لو عندي ميتنج وبكلم اخوانا انا في ميتنج خلاص قفلت الباب معناه ده ميتنج، الميتنج ده معناه ما في طريقه انا اعمل اي حاجه. فشويه شويه الناس قدرت تفهم. يعني أول مثلاً 3 شهور شوية كان صعب علي أنا ذاتي إنه أنا يعني ما هصحى الصباح أقوم ألبس وأمشي وكده، يعني الحياة ذاتي بتغير بزور جو أو بتدخلك في المود بتاع الشغل. فشوية شوية قدرت أستوعب إنه خلاص هذا المود بتاعي، بقيت بعمل لي روحي يعني زي work space براي وبشتغل وبقسم وقتي. فأصعب حتة كانت حتة الاجتماعيات والناس وناس البيت. ومناسبات شويه كده حتى لو زعلوا بيرضوا، لكن الناس اللي من برا مرات ما بيرضوا لو في مناسبه بالنهايه طبيتي ما قاعده ما تجي. مدربان مدربان شيء جدا تمام. اوكي تمام شكرا يا ريان. كريستو بقى انا ميس يو، وانه عندك تحديات برضو بتاعت كلشر. ممكن بس سريع كريسو الحته بتاعت يعني كل شهر ثاني اللي لقيتك سريع تغلبت على كيف او انت لسه ماشي في الموضوع؟ الكلتشر اكثر حاجه يعني انك تفهم الناس اللي انت شغال معاهم ديل بيفكروا كيف. يعني انت بتتكلم على يعني نحن بالنسبه لنا الانجليزي في السودان الانجليزي بتاع التعامل ده، لكن في النهايه الانجليزي ده مربوط بالكلتشر. يعني تخيل نفسك انت في نص اجتماع قام واحد من الأمريكان ده حكى قصة والله يا أخي زوجتي أول الذي حصل له هو أو كده يعني حكى قصة كده يعني بدون أي مناسبة. فأنت يعني ما حتكون قاعد وما حب أو ما حتستجيب للقصة دي تمام. فيعني لو حاجة دي حصلت في السودان عادي نحن في نص الاجتماعات أنت بتتجاوب مع القصة اللي حكاها زميلك في الشغل ده. هنا أنت محتاج تعرف تتجاوب
وتعرف هو يعني القصة دي ترد عليه وكيف. يعني نحن فهمنا بتاع الإنجليزي بتاع الترجمة الحرفية طبعاً دي مشكلة كبيرة. الحاجة الثانية تقبلهم للحاجة دي. فدي دي أنا صراحة من أكثر التشالنجز اللي شايفها. أنا تعرف الناس الكلتشر بتاعتهم، وزي ما قلت الشركات الكبيرة أنت ما بتمدى تعرف الكلتشر بتاع الأمريكان، بس لا بتعرف الكلتشر الأمريكان الباكستان كلتشر مختلفة، الهنود يعني أجناس مختلفة جداً جداً. فدي تقدر تقول من أكبر التشالنجز اللي أنا يعني بحاول أتغلب عليها وايل أني أنا محبوس في البيت. يعني حتى أنا بتكلم مع تيم فيو 20 كم 20 نفر ما شفتهم بعيني ولا مرة، فما أعرف قصصهم ما أعرف حاجاتهم. الحاجة الوحيدة والحمد لله توفرت لي بمحض الصدفة أنه في سوداني معاي في التيم شغال قبلي بسنتين، فالموضوع ده وفر علي صراحة سنين ضوئية كثيرة جدا جدا يعني. لكن في دقيقتين كده زي ما انت قلت ده اكبر تشالنج، انا كيف تتفاعل مع الناس دي، لان انت لو ما قدرت تتفاعل معاه معناه انت زول ما متفاعل في التيم، وانت زول هناي وحتى يعني اي الاوتكم بتاعك مهم لكن مشاركتك وتفاعلك مع التيم اهم يعني، والاتيتيود بتاعك. خلونا يعني ناكد ان موضوع الكلتشر تشالنج ده حاجه مهمه شديد في بيئه العمل. يريد انك تعرف الناس والناس يا جماعه. موضوع الكلتشر ده من اول الحاجات اللي بتدرس في البي ام بي وفي الام بي اي والحاجات دي، وزي ما قلت دي اول حاجه بتحصل في ريكروتنج. يعني زول يعني جاي لشغل جديد بيحصل له اورينتيشن لكلتشر الشغل. طيب تمام مروه، ان شورت شديد مشاكلك بتاعت اطفالك في البيت مع موضوع العمل ده ان 2 minutes please. والله يا وليد انا حسي تقريبا يعني عملت لكم بريف عن كل مشاكلي، حسي انا عشان حتى اقدر اطلع معاكم في اللايف ده احنا حابسين الاولاد كلهم في اوضه يعني. فانا ممكن بدل استغل زمني ده، انا كنت انا مبسوطه ان دكتوره شيماء معانا الليله، لانه قصه المينتال هيلث دي حاجه بالنسبه لي انا اصلا يعني الكلام ده زمان كنا بنسمعه في الافلام ومينتال هيلث والستريس بتاع الشغل، لكن عمري ما تخيلت في يوم من الايام ان انا اعيش الحاجه دي كاكسبيرينس. فانا حاسه بجد حاسه انه من بعض المشاكل انه انا بجد حاسه انه انا مور ستريسفول وبجد عصبيه مثلا، وقصه انه زي ما انا قلت في الاول انه هو دي ممكن تكون حاجه كويسه ان انا بطلت اطلع من البيت وامشي ووفرت زمن وراحه، لكن في نفس الوقت الحاجه دي ممكن تكون كحاجه هيلث وايز بالنسبه لجسمي ما حاجه كويسه، انه انا الحركه القليله برضو في حد ما حاجه لو انا ما استبدلتها برياضه او بحاجات زي كده. فانا عايز استغل فرصه انه دكتوره شيماء معانا الليله، بجد ان هي انا محتاجه الاقيها، كنت في الحياه الطبيعيه واقعد معاها قعده طويله جدا. فكنت عايز اسال دكتوره شيماء، احنا كامهات يعني يا دكتوره شيماء تحت الظروف الحاصله دي، وانه احنا في البيت وبيكون عندك ضغط الشغل ملتزمة بأوتكم معين خلال الأسبوع، وفي نفس الوقت احتياجات أطفالك وعدم استيعابهم للقصة ولصقتهم فيكي بيجوا خلاص الاستقلالية اللي كانوا عايشين فيها زمان، عشان هم بيقعدوا أغلب الوقت في وقت طويل بيقعدوا براهم أو الصغار في روضة، هسه بيجوا معتمدين عليه اعتماد كامل. الحاجة دي قدر ما أقول إن هي حاجة عملت بوندينج بيننا كويس، لكن في نفس الوقت خلتهم غير مستقلين تماماً معتمدين عليها تماماً، والحاجة دي بجد عاملة لي يعني ستريس شديد في حياتي. فكنت عايزة الدكتورة شيماء توضح لنا شوية، عشان في أمهات كتير أنا متأكدة بيسمعوا والحاجة دي ممكن تفيدهم يعني. شيماء تفضل. هي ما فاتحة المايك أظن يا وليد. طيب يا مروة، حقيقة صح فعلا الحاجة دي صعبة، لأنه نحن بنتكلم عن حاجة لا علاقة بالشغل، والصحة النفسية دي مهمة يعني بالذات في مكان العمل، سواء كان من البيت أو كان من مكان العمل ذاته كمؤسسة، لأنه نحن لازم يحصل لنا توازن. يعني إحنا مثلا بيكون شغالين الشغل بتاعنا ده هو ده من دي بنسميها من المصادر بتاعتنا اللي احنا اول عوامل الخارجية اللي احنا زي المجتمع زي الشغل زي الاوضاع الاقتصادية. وعندنا تاني حاجة مصادر داخلية حقتنا احنا اللي هي بتتمثل في شنو؟
في أساليب التكيف ومستقبلنا وأهدافنا وطموحاتنا وكذا. فلما إحنا نشيل الشغل ونجيبه البيت فمعناته إحنا عملنا لخبطة في الحاجتين الاثنين. فبيبقى بعد ذاك الحاجة دي فيها عندها إيجابيات وعندها سلبيات. زي ما قلتي أنت كأمهات بالنسبة لهم الشغل من البيت دي ما حاجة جديدة ودي حاجة يعني هم بيعملوها، لكن كمان عندها تبعاتها اللي هي أنت بتتكلمي عنها. الأطفال ممكن ما يستوعبوا الفكرة خالص أبداً. فقصة إنه يكون الأم أو الأبو قاعدين في البيت، الناس بتكون معتمدة تماماً إنه الناس ديل ما أظن يكون في شغل. فلازم الزول يعرف يعني إنه هو يوصل المعلومة كيف لأطفاله أو لناس البيت. فتحديد مكان في البيت للعمل ذاته زي ما قال وليد، أوضة المكتب أو غرفة المكتب، دي مهمة شديد. فإحنا بس نحدد مكان في البيت إنه ده المكان اللي إحنا حنقعد فيه، حنشتغل فيه، ده الزمن المحدد الآن هعمل فيه الحاجات بتاعتي اللي هي الشغل. بجانب الحاجة دي لازم أنا كمان يكون عندي نشاط معين للأطفال عشان هم يعملوه، ممكن يكون تعليمي ممكن يكون ترفيهي، لكن لازم يكون عندهم حاجة بيعملوا فيها، لأنه هو ممكن يشوفوا أمهم أو أبوهم شغال وفي نفس الوقت تقوم تقول لهم لا خليكم قاعدين في الغرفة دي ما تطلعوا، أو خليكي في الحتة الفلانية أنا لما أخلص شغلي. وهو يكون يعني في حاجات متطلبات بتاعت عمر، عايزين يلعبوا عايزين يجروا عايزين يسألوا، ففي حاجات كثيرة هم إحنا ما نقدر نحرمهم منها. فده برضو بيأثر علينا نحن في أدائنا بتاع عملنا وفي أدائنا بتاع البيت. طيب في لازم يعني الشغل من داخل البيت فيه نوع من المرونة، يعني ممكن أنت يكون عندك زمن إنك أنت تشتغل فيه، يا تختار المساء يا تختار الصباح، لكن في نفس الوقت لازم يكون في تحديد للحاجة دي، ولازم يكون في عندها يعني روتين ثابت ومحدد. طيب في حاجات اللي احنا مثلا التزاماتنا الأسرية تجاه أطفالنا وعندنا تجاه أبهاتنا أو أمهاتنا الكبار اللي هم قاعدين عندنا في البيت، فديل برضو بيكونوا هم محتاجين مننا الرعاية. زي ما قلت انت ممكن في نص اليوم يطلبوا منك حاجة معينة يقول لك، أو مشوار تعمليه، أو الطفل يجيك يقول لك داير حاجة معينة يأكل أو كده، فأنت ما بتقدر يعني ترفضه. فأنا بيكون عندي دبل جوب في الحتة دي، فدي برضو حتة صعبة شديد، يعني دي برضو واحدة من السلبيات بتاعت الشغل من البيت. من الصعب إن إحنا نوقف التفكير في الحتة بتاعت إنه أنا شغال، فطول اليوم أنا ذهني ده بيكون شغال القصة بتاعت التاسك، الحتة بتاعت الاجتماعات، في حاجة معينة أنا مفروض أعملها ما عملتها، فده بيأثر سلباً على النوم بتاعنا. وممكن تلاقي الناس خالص ممكن يعني عدد النوم يكون قليل عشان هو عايز ينجز الحاجة دي، فبرضو بيكون دي خصماً علينا نحن كأشخاص شغالين دبل ويرك. بأكد الحاجة دي تاني، أنا شايفاكم ذكرت الحتة بتاعت العزلة الاجتماعية أو البعد عن sharing experience في المؤسسات، الناس بتكون قاعدة بتاخد خبراتها من بعض، حتى الحتة بتاعت التلاقي، يعني الحتة بتاعت البانديميك دي لما جات خلت الناس حتى الاجتماعيات، احنا الشعب السوداني ده اجتماعي شديد في الأفراح وفي الأطراح وبنتلاقى، يعني ما عندنا حتة انه الناس تكون قاعدة براها دي خالص ما في، فده قلل من الروتين بتاعنا، يعني احنا روتيننا غير كده، فالناس ممكن تفتقر الحتة أو تفتقدها، يعني إنه الاجتماعيات إنه هم ما قاعدين أو معزولين في حتة معينة، فده بيأثر علينا برضو، لأنه ممكن الناس ممكن تكون قلقة شديد من الحتة دي. في ناس ما بيتوتية أساسا، في ناس بالنسبة لهم القاعدة في البيت حاجة صعبة شديد، وبالعكس تماما في ناس تانين القعاد في البيت ما عندهم معه أي مشكلة، بالعكس ممكن يجددوا فيه طاقتهم، ممكن يوططوا فيه علاقتهم مع أسرهم، ممكن يقدروا ينجزوا فيه بصورة أكبر. ففي حتة تانية برضو الناس ممكن نستصحبها معانا، حتة بتاعت الوقت اللي إحنا بناخده ممكن يحصل تسويف للشغل. ليه؟ لأنه أنا ممكن أكون ما موضح جدول معين للشغل بتاعي، قد أفشل إنه أنا مثلاً ألتزم بالجدول بتاعي، أو إنه أنا ما أقدر أحدد هدف لليوم. أنا ممكن أكون عامل حاجاتي وخاتي الجدول، يظهر حاجة للأطفال أو تظهر حاجة في البيت، الموضوع كله يبوظ. فدي برضو واحدة من الحاجات اللي هي ممكن تكون خصماً علي أنا كشخص يعني عايزة أدي حاجاتي. في ناس ما بيستثمروا الوقت، فيتلاقي اليوم كله شغل، يا اليوم كله في التلفزيون في التلفون، فبيروح عليهم الوقت. هو ما ده معناته إنه هم كسلانين، لا،
الجسم بس خلاص بعد ده بيحصل زي ملل، يعني بيكون الزول حاسي انه هو يعني ما قادر. فجسم الانسان بيديه اشارات يعني، يعني انك انت عايز ترتاح يعني. خصوصا احنا كنا يعني جايين من سنه 2019، كانت سنه بقدر ما انها هي غيرت فينا كثير وكانت فيها اخبار سعيده وجميله، لكن بقدر ما انها كانت فيها مجهود ذهني وبدني للناس. طيب من الايجابيات انا حادخل فيها طوالي للتواجد داخل المنزل او الشغل من المنزل، انه الناس زي ما قلت بتخطط علاقتها باسرتها وباطفالها، وفرصة لأنه نحن ذاتنا نوطد علاقتنا بشريك الحياة ونعيد الحيوية للحياة الزوجية والأسرية من تاني باللمات والقعدة وكذا. الناس ممكن تستغل يعني حاجات كثيرة اللي هي فرصة التفكير في أنه ذاته زول يطور من ذاته، يقعد مع أطفاله، يشوف أخبارهم شنو. يعني في ناس كثيرين بنسمعهم أنهم بيقولوا في الأول كانت صعبة بالنسبة لهم، لكن بعد ذلك بقت عادية، بالعكس استمتعوا شديد يعني جدا إنهم عرفوا مواهب أطفالهم كانت شنو، إنهم هم طوروها شجعوهم. لأن إحنا محتاجين نعزز من المناعة حقتنا الطبيعية والنفسية والمود. فأنا حرجع عليك لحتة بتاعتك أنت يا مروة أو للزملاء يعني معانا في اللايف، في إنه إحنا لازم عشان نهتم بالناس لازم نهتم بنفسنا. الحتة بتاعت إنك أنت تهتم بنفسك دي مهمة شديد. النوم بتاعك مهم، النوم الصحي، الأكل الصحي، الرياضة، دي حاجات كلها لازم أن إحنا نعملها. في ناس ممكن قد تكون بتعملها وبصورة دائمة وروتينية، وفي ناس ممكن يعني يحصل لها تكاسل بسبب الشغل وكده، لكن إذا أنا اتبعتها كروتين بتكون كويسة شديد. ممكن برضو يا مروة تستصحبي معك أطفالك في الرياضة، يعني ما صعبة. غادي يكون في ناس ممكن يكون عندهم حوش، في ناس يكون عندهم حديقة، في بالعدم الناس حتى في الشقة في برامج الناس ممكن تنزلها وتطيض مع بعض، فبتكون فرصة لأنه هم يكون شنو فيها نوع من الحركة والنشاط، ويعني يشركوا كل الأفراد بتاع الأسرة حتى الناس الكبار في السن، وما ننسى الشريحة بتاعت الشباب لأنهم ديل برضو أو المراهقين ديل يعني دائما بيكونوا معزولين في الإنترنت وفي عالمنا الخاص، فديل لازم برضو نخليهم إنه هم يكونوا معنا. واحدة من الحاجات اللي هي إخواننا ما ننساها برضو الحتة بتاعت إنك أنت تخصص وقت لزمن ليك أنت، زمن لنفسك اللي هي تعمل فيه الحاجة اللي أنت عايزة. أي زول بيعرف أسلوب بتاع تكيف معين حقه هو، يتريض فيه، يسمع فيه موسيقى، يقرأ فيه قرآن، في ناس بتحب تقرأ، في ناس شعر، فيه هوايات معينة، يعني تحاول إنك أنت تنمي من حاجاتك أنت. فأنت كل ما تدي نفسك كل ما بتقدر أنت تهتم بالناس التانيين وتقدر تعمل حاجات جميلة. في شاي الصباح يا أخوان نستغله، شاي الصباح، شاي المغرب، الوجبات بتاعة اليوم. زمان إحنا كنا بنضحي بها عشان نمشي المدرسة سريع، نمشي الشغل كده، يعني حاليا هسي الناس قاعدة مع بعض، فممكن تستغل الحتة دي بحيث إنه هم يكونوا مع بعض. نقلل من المنبهات، السجائر، الشاي، القهوة، دي لأنها بتأثر علينا سلبا، يعني يكون شوية في توازن. السوشيال ميديا برضو، دي برضو واحدة من الحاجات اللي هي ممكن تخلي الإنسان يعني ينعزل شوية. والشباب ناس الجامعات نخليهم شوية برضو نحفزهم ونشجعهم إنهم يستشعروا المسؤولية، يعني ممكن يساعدوا في البيت، يراعوا أخوانهم الصغار، الصغار ذاتهم نديهم مهام صغيرة، ترتيب البيت، لو ينظفوا مثلا حاجات صغيرة، كل زول حسب عمره، يعني ما مطلوب منك حاجة كبيرة، لكن انت لازم تشغل الناس ديل معك بحيث انه الموضوع يكون يعني ما ممل بالنسبة لهم، لأنه الأطفال ملولين. ما عايز أطيل عليكم، لكن الشغل من المنزل ده يعني بيفتح فرص جديدة، أو يعني خلى الناس إنه هي تفكر بصورة تانية زي ما قال باشمهندس سعيد، بإنه يعني ما حاجة كعبة، حاجة كويسة شديد بالعكس للمؤسسات والشركات. حتى أنت يا وليد تكلمت عن الحتة دي، لكن لازم إحنا نحافظ على رفاهية الموظفين والصحة النفسية والعقلية لهم، لأنه في كثير من الأحيان إحنا بنركز على الإنتاجية وعلى الأوتكم اللي بيجينا من الموظف بتاعنا أكثر من الصحة النفسية للموظف، فلازم إحنا كمان شنو نعمل له تسهيلات ومعينات للشغل.
وفي حاجات برضو ممكن يعملوها المدراء وكده، النوع التحفيز، الرسائل بتاعت التحفيز والتشجيع، فدي بتدي الموظف بوش. ليه؟ لأنك أنت كل ما اشتغلت الشغل، كل ما كان حتى في الاجتماعات رسالة بالتلفون، في الإيميل، يعني الإنجاز ده كان كويس، الحاجة اللي عملتها دي كانت ما شاء الله رهيبة، مزيد من التقدم. يعني ده بيدي الزول حافز في إنه والله فعلا أنا شغال حاجة وفي عائد منها. فربنا يحفظ البلاد والعباد والناس ترجع يعني بسلام لشغلها، ودي ذاتها حتكون برضو نوع من التحدي، الرجوع للشغل، يعني الناس تكون ترجع شوية حبة حبة، لأنه حتكون لسه برضو متخوفة من الحتة تحت العدوى والفيروس وما عارفين يعني شكل الموضوع ماشي لوين. يعني دي حاجة طبعا عالمية ما علينا إحنا بس، فالناس برضو تكون شوية متفهمة للحتة دي، والمدراء يحاولوا إنه هم يراعوا الحتة بتاعت القصة دي للموظفين في الشغل يعني عموما. يعني ما يكون في محاسبة طوالي لأنك أنت تأخرت، أنت ما جيت، أنت ما عملت، أنت ما كده، لأنه في ناس عندهم أطفال، في ناس عندهم أمراض مزمنة، فلازم نراعي الحتة دي برضه. شكرا يا شيماء، والله يعني very comprehensive. أنا يمكن أكثر حاجة يعني عجبتني في الموضوع ده إنه توريك نصرة الأسرة تاني، يمكن شكل الحياة قبل موضوع كورونا ده، يعني السنين اللي فاتت دي كلها فرتقت الأسرة. يعني بيجت الناس بسبب الشغل، بسبب يعني أي حاجة تاني، الأسرة دي بس يمكن يشوفوا بعض بالليل، وجبة الغداء زمان كان بتلاقوا فيها الناس نومور موجودة إلى حد ما. فكرة العمل من المنزل during pandemic COVID-19 خلت الناس تتلاقى تاني، تتعرف على بعض، والناس تعرف أطفال أو their hobbies and so on يعني. This is the most interesting part يعني. شكرا يا شيماء. خلينا طيب في آخر تعليق كده يا سعيد. طيب if we adopt الموديل بتاع إنه يكون في option بتاع شغل من البيت، تمام، شنو المعينات technically والوسائط والحاجات دي ممكن تسابورت الحتة دي وتخلينا نشتغل بطريقة proper يعني، ونقدر يكون productivity عالية؟ سيد ما في صوت. لسه ما في صوت. ما في صوت يا سيد. طيب وليد، أنا ممكن أسأل سؤال لحد ما سعيد الصوت يرجع له. هل برضو ممكن الشركات to adopt ما إلا يكون الزول مثلاً الكونتراكت حقه إن هو to work from home like مثلاً كل الأسبوع أو كل الشهر؟ ممكن يكون في option بتاع إنه الناس تكون on and off يعني مثلاً يومين في الأسبوع؟ أي حسب اسمعي سعيد. يكون مثلاً يومين في الأسبوع الناس they have to report to the office مثلاً، وبعد كده باقي الأسبوع يكون في الأوبشن إن أنت ممكن تشتغل من البيت. يعني ما الفكرة بتاعت إنه يا أشتغل من البيت يا أشتغل من المكتب؟ الحاجة دي بتهيألي لو عندنا hybrid system كده ممكن تخلينا الحتة بتاعت disadvantages بتاعت social life صحيح. والكلام ده كله ممكن في الآخر ما تبقى لنا مشكلة، وفكرة training بس بص لو ده أوبشن can to be considered. انا يعني while I'm assessing الموضوع بتاع ال work from home ده، انا سالت ناس كتار، لكن كان في interesting answer لسؤالك ده، وفعلا احنا في adopted the model الهايبريد موديل ده بتاع انه 3 يوم بيت يومين مكتب، يعني it will succeed يعني. طيب سعيد تفضل. طيب انا في القسم الثاني والجزء الثاني من المداخله بتاعتي، عاوز اتكلم عن الفيوتشر، عن المستقبل، يعني مستقبل النموذج بتاع العمل عن بعد والورك فروم هوم.
في النقطة دي أنا عاوز عاوز أناقش موضوعين. الموضوع الأول هو أثر التكنولوجيا في المستقبل بتاع النموذج بتاع العمل من المنزل، والنقطة الموضوع الثاني اللي هو شكل العلاقة بين المشغل والموظف في ظل يعني التبني بتاع النموذج ده. صحيح. أبدأ بالموضوع الأول، موضوع أثر التكنولوجيا. طبعا عارفين كلنا إنه زي ما شايفين التكنولوجيا فيها تطور بصورة كبيرة جدا في يعني في العقود الأخيرة. يمكن بقينا نشوف يعني اختراعات واكتشافات على التكنولوجيا الجديدة ممكن كل سنة أو في السنة كمية كبيرة جدا من الاختراعات والاكتشافات والأدوات على التكنولوجيا. الحاجات دي يعني عملت تغيير في العالم كله، ويعني حتى امتد الأثر بتاعها إيفن على الشكل النمط السلوك الاجتماعي بتاع الناس. يعني لو إحنا شفنا الآن السوشيال ميديا غيرت الناس بصورة كبيرة جدا جدا. يعني السوشيال ميديا عملت ثورات في بلدان وأسقطت أنظمة، فعليك تتخيل الأثر الكبير بتاع التطور التكنولوجي. أنا عاوز أعين وأركز على موضوع تأثير التكنولوجيا، تطور التكنولوجي في مجال الأعمال، بالذات في موضوع البيزنس مودلز والإيكو سيستمز أو نماذج الأعمال في المؤسسات والشركات. حيحصل تغيير كبير وأوريدي حاصل. يعني أنا كمثال نمسك مثلا موضوع دخول التطبيقات بتاعة الترحيل والنقل على القطاع بتاع النقل عالميا زي أوبر ومحليا زي مشواري وترحال وغيره. دي غيرت شكل الماركت بصورة كبيرة جدا جدا وخلته ما ممكن يرجع للنموذج القديم، وأصحاب النموذج القديم الآن قاعدين بتلفتوا ما عارفين يعملوا شو. فأنا بالنسبة لي زي ما الآن الجائحة بتاعة كورونا أظهرت النموذج بتاع العمل من المنزل وخلته خيار يعني متاح وقوي وجذاب زي ما قالت أخذنا مروة قبل شوية، شايف إنه التكنولوجيا في المستقبل وما المستقبل البعيد، المستقبل القريب حيكون عندها نفس الأثر في تغيير النماذج بتاع الأعمال في كل المؤسسات والقطاعات. أنا عاوز أقرب الفكرة بإنه أدي أمثلة يعني عمليه للحكايه دي من مجالنا. مثلا في مجال البنوك انا قبل ذكرت انه بعض الاقسام ما ممكن نقدر نطبق فيها نموذج العمل من المنزل لانه طبيعتها ما 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 بتسمح. فالحاصل الان مثلا في قطاع المصرفي انه في تطور كبير جدا في مجال الفاينانشال تكنولوجي الفينتك او التكنولوجيا الانظمه الماليه. أضف إلى ذلك تبني المؤسسات المصرفية نفسها والدولة من رأسها فوق للتحول الرقمي Digital Transformation والاعتماد على أنظمة الدفع الإلكترونية Electronic Payment Systems. الكلام ده حيعمل تغيير كبير جدا جدا في البنوك. يا سعيد معلش حقيقي كلامك صح. يعني المجتمع والحكومة they need to adopt الفكرة بتاعت التحول الرقمي. نعم. ده تحول كبير شديد وبيساعد يعني في شكل الحياة بطريقة مباشرة يعني. فضل. أيوة. فأنا داير أكمل في المثال يعني أوريكم إنه مثلاً الفرع بتاع البنك الكام ما ممكن يشتغل from home، أصبح الآن ممكن كل الخدمات بتاعته دي تقدم عن طريق قنوات بديلة إلكترونية ATM. داير تسحب داير تودي مثلا ATM نفسها بقت فيها سمارت فيتشرز زي مثلا حاجه اسمها الريسايكلينج، المبالغ المودعة نفسها بتمشي تبقى متاحه للسحب. يعني المكنه بتغذي نفسها بنفسها غير التطبيقات الموبايل المصرفي الانترنت الموبايل بانكينج والانترنت بانكينج غير الفروع الالكترونيه في مصارف في البنوك في السودان عندها الان فروع الكترونيه فرع من اول لاخره ماشينز ما في موظفين غير الحياه الجديده زي السيرفيس كيوسك اللي هي منافذ الخدمه اللي هي ماشينز مكانات انت البنك ممكن ما في فرع ممكن تتخطى في ميدان في مطار في محطه قطر في غيره. الكيوسك ده وباقي التشانلز دي ممكن انت يعني تتعامل فيها او تاخذ فيها كل السيرفيس اللي ممكن تاخذها من البرانش. فبالتالي الموظف بتاع البرانش ده ما بالضروره بيبقى بعد كده في المستقبل انه هو لازم يجي ويقعد ويقابل الكاستمر فيس تو فيس وكده. ممكن هو من بيته
ويبقى هو ريموت ايجنت بيخش ريموت على السيستم بتاع البنك وبيقدر يقابل العملاء بتكنولوجيا الصوت او الفيديو اتصال الصوتي او الفيديو ويقضي كل الخدمه اللي هو دايرها للعميل. انا بالنسبه لي الخلاصه اللي انا داير اقولها يعني في حاجه ثانيه جديده كمان عندنا ظاهره في السودان موضوع الموبايل بيمنتس. موضوع الموبايل بيمنتس بيبقى انت عشان تخش وتستعمل النظام ما محتاج اصلا تكون عميل في البنك. لاحظ معي فيعني البنك ممكن يستفيد من الايجنتس او الوكلاء بتاعين الموبايل بيمنتس لانه هم يبقوا فيرتشوال برانش عن طريقه نقدم كل الخدمات الدائره وب اوبريشنال كوست او تكلفه تشغيليه منخفضه جدا جدا. فليك تتخيل انه القصه حتتغير بدرجه وليك تتخيل انه النموذج بتاع العمل عن بعد او الورك فروم هوم حيكون اتراكتيف كيف حيكون ابليكابل لدرجه في القطاعات دي. الفكره في انه انا خلاصتي داير اقول انه كل المؤسسات حتى في القطاعات الما مصرفيه والمصرفيه وغير كل المؤسسات عموما اذا ما قدرت الان مع تطور التكنولوجيا الموجوده انه تؤدبت وتطور نماذج اعمالها وتقرا المستقبل بصوره صحيحه it will fail وحتمرق من السوق حتقعد exactly. بعد شويه تتلفت زي بتاع الامجاد والتاكسي اللي تاثر من ترحاله وشواري. انا عاوز اكمل في الموضوع الثاني احاول يعني اتكلم فيه سريع. لو شفنا المستقبل ده الان بقى النموذج بتاع العمل المنزل يعني حاجه ممكن تكون يعني هتطبق بصوره كبيره هنا بيجي السؤال انه العلاقه بين الموظف والمشغل لابد يكون يعني يتم اعاده صياغتها. صحيح صحيح ايوه بالضبط. ليه السؤال يعني انا احاول اتكلم عن موضوع على طريق تشالنجز وتساؤلات لانه ما حنقدر نسهم لضيق الزمن. الجانب الاول انا عندي فيه تساؤلات جانب القانون. اولا شكل التعاقد بين الموظف والمشغل حيكون كيف؟ شروط التعاقد الحقوق والواجبات اللوائح الجزاءات فتره التعاقد ساعات العمل ايوه يا جماعه يعني اي جوب بيعمل الزول من المكتب يوزنج لابتوب او كمبيوتر كونكتد تو انترنت الزول ده ممكن يمشي يشتغل من البيت. It's not only technical jobs. Am I right يا سعيد؟ ما كلامك مظبوط. وهي دي انا كنت قبلها بتكلم انه تشالنجز عندنا في البنوك الرئاسات اللي هي ما عندها تعامل مباشر مع الجمهور دي فيري ايزي انها كانت تمشي البيت. لكن كان مشكلتنا في الفروع نحن بنتكلم عن التطور التكنولوجي الان دي ذاتهم حيمشوا البيت او ممكن يشتغلوا من البيت. فكنت بتكلم في الموضوع بتاع العلاقه بين المشغل والموظف في الجانب القانوني في مسائل كثيره جدا منها ساعه العمل والاجازات وغيره. هل الوضع الراهن الان ده يعني ينفع ولا العقود دي حتعاد صياغه؟ اثنين قانون العمل السوداني موجود الان هل هو بيغطي تطبيق النموذج بتاع العمل المنزل؟ هل بيقدر يحافظ على حقوق المشغل والموظف؟ اكزاكتلي. الجانب الثاني الجانب المالي اللي هو التعويض المادي المرتبات الويجز الكومبنسيشن. يعني نحن عايشين في السودان عارف معظم المؤسسات والشركات دي ما بتعتمد نظام هو حساب الاجر بالساعات. لا نحتاج لك مرتبك مشتت في كميه من البدلات بدل ترحيل بدل لبس بدل وجبه بدل اجازه. This needs to be redefined. بالضبط. هل البدلات دي حتتشال كله ولا حيتعاد ترتيبها ولا حتسمى مسميات ثانيه؟ exactly. غير دي محتاجين نحن ما تنسى يا سعيد انت مطلوب منك تو سيت اب ورك سبيس في البيت. نعم ايوه بالضبط. هو از جونا فاينانس ذس بالضبط. دي من النقاط المهمه جدا. انا معلش بقدر معلش في النقطه اللي ذكرتوها دي بالذات في يعني مداخله بسيطه. شركات تبنت الحاجه دي في شكل كومبنسيشن للموظفين يعني ادوهم قروش وقالوا لهم امشوا يا هو يعني جهزوا السبيس محتاجين الناس عملوا شاشات ناس عملوا كده يعني فالحاجه دي فعلا نقطه مهمه جدا يعني بيرفكت ايوه الحته دي يعني. أيوة. طيب في عندنا تاني الجانب بتاع التدريب والتطوير المهني ويمكن يعني الشباب كلهم يتكلموا عنه. جزء كبير من أزمة الـ work from home إنه أنت بتفقد الـ سموه direct coaching
او الاشراف المباشر تكلمنا عنه من التيم او من الليدر او من المدير. فانت كيف حتقدر تاهل الموظف ده وتدربه وتطور مهنيا؟ هل في اساليب تكنولوجيه ممكن انت تستخدمها زي ما كنت قبل شويه بيتكلم يا وليد على مسائل السوشيال ميديا والفيديو كونفرنسينج وغيره؟ هل دي كفايه ولا انت محتاج دائما للتعامل المباشر؟ في تشالنج ثاني برضو موضوع مراقبه وتقييم الاداء واللي هو تكلم عنه اخونا محمد عبد الماجد بشويه. هل الانظمه الموجوده دي ممكن نستخدمها؟ ممكن مروه عندها تجربه في التب اف بي صالحه للموضوع بتاع انه نقيم الشغل في الورك فروم هوم ولا لا؟ دي دايره، هل محتاجين ابتكارات وفهم جديد في القصه دي؟ في حاجه مهمه جدا انه عندنا الان كيانات موجوده داخل المؤسسات والشركات وغيره اللي هي الكيانات بتاعت الاتحادات والنقابات العماليه. طبعا دي مزعجه جدا بالنسبه لاداره الشركات وغيره. بالنسبه للشركه انه الموظفين ده لو مشوا قاعدوا يشتغلوا من البيت او موظف جديد عين ما في زول عارف الثاني قاعد وين ولا هم ولا غيره، فكونه ما يقدروا تو جروب وغيره فبالنسبه له ده تمام. احنا بنسال مستقبل العمل بتاع الاتحادات العماليه والنقابات لانه هي عندها دور كبير جدا في الحفاظ على حقوق العمال ورفع الصوت بمطالبهم وغيره، فدي مستقبلها حيكون كيف؟ انت هي مجموعه كبيره جدا من التحديات والتساؤلات زمان افتكر وليد طيب. فانا يعني بنعتبر انا بعتبر المداخله دي مجرد عصف ذهني يس اكزاكتلي مدخل لنقاشات كثيره ان شاء الله في المستقبل. هي العلاقه بين الامبلوي والامبلاير نيد تو بي ري انفنتد اف ادوبتد الموديل بتاع وركينج فروم هوم بكل الاسبيكتس بتاعت السالري policies everything. طيب يا جماعة we're coming يعني نهاية السيشن دي. طيب أنا عايز أتكلم شوية عن الإمباكتس اللي ممكن تحصل in general بالنسبة للإمبلوير والإمبلوي والمجتمع. أول حاجة يعني الأوبشن بتاع working from home it's a win-win يعني situation للemployee ولا للemployer، الاثنين بيستفيدوا منه والاثنين بيخسروا فيه. يعني الحتة مثلا بتاعت knowledge transfer اللي بتحصل في office دي صحيح it will impact الموظف لكن in return it will impact the business لو ما تلقت ليها حل or we didn't develop يعني حتة compensate الحتة دي. لكن خلينا نتكلم مثلا عن حياه الدايركتلي افكتنج مثلا البيزنس. الموديل ده بيقلل كثير الاوبريشن كوست بتاع المؤسسه. يعني مبدئيا السبيس اللي انت بتحتاجه للناس اذا مثلا اتكلمنا عن شركه مثلا اوكيوباين يعني 5 طوابق الناس دي ممكن يقلوا للنص for example. بالتالي انت في طابقين ما محتاج اليوم so you saved. خلينا نتكلم تاني مثلا الناس ما موجودين في العمل موجودين في المكتب دير عندهم expenses كهرباء موية stationaries الحاجات دي برضو انت ممكن تخفض فيها. الباركينج اريا في شركات كثيرة مؤجرة spaces لباركينج no more انت محتاج ليها. لو مشينا ل يعني الوقت اللي حصل فيه الناس مشوا البيت كم عن هنا المجتمع مثلا اول البلد الكلام ده كان فيه ازمه بتاع الوقود حاصله. طيب كده معناها كل موظف قدر يقعد في بيته وما في سبيندنج لوقود وبالتالي هي سيفد. بالتالي بالنسبه للبلد في كونسومشن قله بالتالي الترافيك جامز او الزحمه في الشوارع دي قلت فدي امباكت افتكر بوزيتيف للبلد. يعني في موديل ثاني نتكلم عن الحته بتاعه الهجرات اللي بتحصل من الريف للمدينه لموضوع القرايه موضوع الشغل. اذا تكلمنا مثلا عن زول جاي مثلا من ولايه ثانيه
جاي الخرطوم عشان يقرأ. طيب الزول ده أول حاجة بيجي الخرطوم عشان يقوم يقرأ في جامعة في خرطوم، بما إنه خرطوم فيها كل الفاسيلتيز أكثر حاجة. الزول ده حيقرأ مثلا 4 سنين حيكون خلاص بدأ يبني مجتمع هنا. فرص العمل أكثر وين؟ في الخرطوم. الزول ده حيشتغل في الخرطوم تمام؟ في الفترة الأولى دي حيكون مثلا مؤجر مع شباب أو ساكن مع أهله for example، حيكون occupying مواصلات كده. الزول ده حيقوم يتزوج، حيقوم يكون داير يأجر شقة عشان يجيب أسرته، جاب ناس زيادة من ال حتى لو ما جابوا من هناك لكن في ناس زيادة بيقوا محتاجين بيت زيادة. فالزول ده لو توفرت له فرصة العمل من المنزل وقبلها الأونلاين ليرنينج أو أونلاين إديوكيشن، معناها ما حيجي خرطوم. خلوهم إيه طبعاً نتكلم عن يعني السودان اليوم معلش، فهو حيتعلم من منطقته، والتاني ممكن يكون قاعد موجود مع أسرته. والحتة المالية تحديداً ما في سبيندينج في الحتة دي. الزول ده لتسين إنه حيتزوج من هناك إلى حد ما ولسه حيكون قاعد هناك. دي فرصة لأنه الهجرات اللي بتحصل من الريف دي أو من الولايات الثانية ممكن تكون ناس ما يضطروا يعملوا كده، وبالتالي دي فرصة إنه يكونوا موجودين عشان ينموا المدن بتاعتهم وهم موجودين فيها. دي فرصة كبيرة شديد إنه طبعاً اليوم يا أخواننا في الولايات أطول من اليوم في الخرطوم، لأنه المدن دي صغيرة إلى حد ما، بالتالي ما عندهم قصة بتاعت إنهم يمشوا الشغل يقطعوا الكوبري ويرجعوا تاني كلامنا. يعني المدن لحد ما مساحات محصورة فما عندهم spending في الشوارع. عندهم فرصة بتاعت إنهم يشتغلوا حاجة تانية وقد تكون زراعة for example. والسودان ده يعني هسه في الفترة الجاية دي مفروض يعني موضوع الزراعة ده اهتم به شديد، فعندهم الفرصة دي يعني إنه for example إذا الشغل انتهى الساعة فهم ممكن بعد ذاك يعني لحد المغرب ممكن يشوف الزراعة، ممكن يشوف مثلا إذا عنده مواشي مربيها أو أي kind of business تاني. يعني حتى الزول في خرطوم ممكن يكون له فرصة إنه يعمل له حاجة تانية بسايد his business. يعني ممكن نسمع كلمة أخيرة من كل زول تاني و to conclude. We start by Ahmad Al-Maghrib. 1 minute please. بالنسبة لي أنا ككلمة أخيرة بفتكر الموضوع الورك فروم هوم بالنسبة لي أنا تجربة جديدة، ما حصل أنا خشيت في التجربة دي قبل كده. تجربة مفيدة جدا، يعني بالرغم من الحاجات الواحد كان متعود على أنه يتلقى المعرفة والعلم من بشكل مختلف اللي هو بشكل وجوده مع ناس في المكتب وكده، بقى تلقي المعلومة والمعرفة بقى بشكل مختلف خالص. أدتني فرصة أنه أكتشف في نفسي يعني أنه أنا فعلا زي ما قالت مروة قبل أنه ما يعني اكتشفت أنه هي تقدر تعمل شغلة من البيت، أنا لازم اكتشفت حاجة جديدة في نفسي، أنا بقدر أتعلم بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية. يعني فأفتكر كتقييم أوفرول كده هو موضوع أفتكر مفروض الناس تاخده بصورة جادة وبصورة مهمة جدا، بالرغم من أنه أنا يعني شعوري تجاهه ما حبيه صراحة، لكن لازم هو مهم جدا كوفرول تقييم مهم جدا، ولازم نعليه بنظرة جادة جدا جدا أنه ده شكل الحياة حيكون ماشي بالطريقة دي، خصوصا مع أنه موضوع الجائحة ده يعني أكثر الناس المتفائلين بيقول لك حتقعد معنا سنتين، ده أكثر واحد متفائل جدا جدا بالموضوع سنتين، فتخيل معانا أنك أنت في الوضع ده حتكون سنتين، فمفروض نحن نهيئ نفسنا لعالم جديد ولوضع جديد بالنسبة لنا كلنا يعني. يا وليد بس يعني ما أفتكر لضيق الوقت، يعني كان في أسئلة جات في 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 الكات هنا، ما أعرف نحاول نرد على الناس بعدين وكذا يعني، لكن ما أفتكر في زمن إنه نرد على الأسئلة بتاعت الناس يعني، ما أعرف. أوكي كده خلا اللي تشوي نشوف إذا في فرصة بتاعتنا. ريان بليز. أوكي طيب، أول حاجة داير أشكر كل الناس اللي متابعيننا عبر المنصة في الفيسبوك على كل الكومنتات، وزي ما قال كريستو هنحاول نرجع نرد عليها كل التساؤلات دي. ثاني حاجة بوجه رسالة من هنا لكل المانجمنت بتاع الشركات، إنه
يدرسوا التجربة بتاعت العمل عن بعد أو الريموت ووركينج أثناء الجائحة، مع إنه الفترة الأخيرة هنا في السودان شوية كانت جائحة مع قطعات الكهرباء والحياة دي، لكن كلها إحنا هنعتبرها دي يعني ظروف قاهرة أسف بتاعت قطعات الكهرباء اللي هي واحدة من العوائق اللي بتصعب على الزول موضوع العمل عن بعد. فيا ريت الناس يدرسوا التجربة دي ويزرعوا في إنه يحصل ترانسفورميشن وإنه الناس تقدر تشتغل من البيت ويغيروا نظرتهم ويغيروا نظرتهم في لأسلوب العمل المتداول عليه في السودان. وأنا من ناحية بتاعت اتصالات يعني من حتتي أنا شايف إنه شركات الاتصالات دير أكثر ناس الناس التكنيكال هم بيقدروا يشتغلوا ريموت ووركينج والبرودكتيفيتي بتاعتهم كمان تكون أعلى يعني. وانت يا وليد واحد من الناس اللي بتكون بما انه ريبورتنج ليك ناس كتار جدا أيام كبيرة جدا بتكون حاسي انه البرودكتيفيتي بتاعتهم بجد زادت لانه زور بيكون يعني عارف ينظم وقته وكده. وهي تجربة جديدة ويا ريت انه الناس تخش فيها ويحصل ترانسفورميشن واسلوب الحياة يتغير اتليست الناس تاخذها بطريقة جادة زي ما قال محمد. شكرا مرة ثانية لكل الزملاء في اللايف. ايوه بالضبط كده، او على الاقل الناس يعني تدخل في الموضوع تاعي تطلع 5 هي 8 4 9 5 كده. وممكن يشيروا كمثال الشركات الشغاله في الحياه دي، في شركات كثيره في السودان شغاله ريموت وركينج وفي شركات كثيره شغاله بالفلكسبل تايم برضه، مثلا اريكسون في السودان شغالين فلكسبل تايم وناس ناجحين جدا يعني. شكرا وليد وشكرا لكم كلكم وشكرا للمتابعين في فيسبوك. مروه بروة. طيب أنا برضو بشكر التيم كله، كان ديسكشن ظريف يعني ما تخيلت أنه هو ذات الزمن يمشي فيه سريع كده. أنا برضو بضم صوتي لصوت ريان كأم، وشايفة أنه عندي زميلات كتار اضطروا يستغنوا عن الكارير لايف عموما ويسيبوا شغلهم عشان يقدروا يقعدوا مع أولادهم في البيت. ففكرة حاسة إنه دي بقت opportunity ممكن تكون potential opportunity في الموجودة يعني، إنه فعلاً يعني لو أصحاب الشركات في الحكومة أو حتى في private business إنه لو الحاجة دي بقت يعني كoption موجود valid لأي زول للوظائف اللي بتتحمل إنه الزول فعلاً يكون شغال من البيت، إنه يكون ده option لما يجي زول يمضي كونتراكت ان انت داير مثلا تشتغل من البيت او تشتغل من المكتب او يكون في هايبرد سيستم. الحاجه دي انا متاكده هتخلي امهات كتار يرجعوا يفكروا في قصه الكارير، انه انا ما شرط ان انا تو كومبرمايز ماي كارير عشان اربي اولادي. يعني ممكن في الحاله دي ان انا كان الاثنين يتجمعوا مع بعض واكون شغاله وفي نفس الوقت ما مقصره في حق اولادي او احساس الذنب عندي ما عالي او كده. فبجد لو في مدراء شركاء الشركات بيسمعونا او كده بجد هتكون فرصه كويسه شديد. وانا متاكده عموما انه الام لما تكون تاخد فرصه زي دي هتحاول تثبت نفسها، وانا متاكده انه الاوتبوت بتاعها هيكون ممتاز يعني، لانه دايما الوحده الفيميلز عموما دايما في الصراع في المجتمع ان هم عايزين يثبتوا نفسهم ان هم they can do it رغم كل الظروف القهره اللي حاصله يعني. فانا متاكده انه لو في اوبورتونيتيز زي دي هيكتشفوا انه في نسوان كتير قاعدين في البيت وهم اساسا عندهم بوتنشلز عاليه، ويا ريت يعني الحاجه دي بجد ان ذا فيوتشر في السودان تكون حاجه اوبشن موجود يعني ونسمع بيه يكون حاجه طبيعيه وكثيره. وشكرا للناس اللي قاعده سمعتنا ساعتين وكانت مبسوطه والكومنتس الظريفه وشكرا كثير يعني. شكرا يا مروه. سعيد افتح الميكروفون يا سيد. طيب انا كختام وكونكلوجن هرجع تاني اشكركم للمجموعه اللي كانت معنا في النقاش. النقاش كان جميل جدا وتناول جوانب مختلفه يعني، وعاوز اشكر كمان مره تانيه التجربه الجميله اللي شغالين فيها الان مجموعه الباحثين السودانيين بالموضوع اللايف في مواضيع بس الحي لمواضيع ولنقاش مواضيع كثيرة جدا. وعاوز أدي رسالة من هنا للمجموعة دي أو لكل الباحثين السودانيين إنه يا أخواننا جاء الوقت اللي إحنا بعد كده زي ما بقولوا نشيد حيلنا ونبدأ يعني نكتر ونزيد مجهودنا
في اتجاه البحث العلمي والدراسات والسيرفيز والمسوحات والدراسات الاستقصائية، لأنه الحاجات دي العلمية دي هي اللي بتعمل الفاونديشن والأساس القوي اللي أنت ممكن تبني به بلد وأمة ناجحة. فإذا كنا حنبنيه، دي رسالتي الأخيرة، أكيد حنبنيه بالعلم إن شاء الله. وشكرا لكم. شكرا يا سيد. شيماء روشيتا ظريفة بالناس المايت work from home. والله أنا بأكد تاني على إنه لازم الناس تهتم بصحة النفسية، دي مهمة شديد. يعني ما يبقى الزمن كله للشغل ولا الزمن كله للأولاد، ولا كمان أنت يعني تنسى نفسك خالص. فلازم الحتة بتاعت إنك أنت تهتم بنفسك مهم شديد. النوم، الأكل، الرياضة، دي حاجات مهمة شديد، ولازم تسيت الباوندريز بتاعتنا في الحتة بتاعت بين الشغل وما بين العيال وما بين الحاجات الثانية. دي مهمة شديد عشان إحنا نقدر نكون ناس منتجين زي ما قالت ريان، لأنه الإنتاجية بتاعتنا ممكن تزيد إذا إحنا حسننا من وعززنا من المناعة بتاعتنا النفسية. مهمة التشجيع، sharing experience، يعني والpeer support، ده برضو بدي الناس حافز وموتيفيشن لأنه هم يقدروا يؤدوا بصورة كويسة في حياتنا العادية الاجتماعية، وفي نفس الوقت الحتة بتاعت الحياة العملية. فاهتموا بنفسكم، لازم يعني الحتة دي مهمة عشان انتوا تقدروا تهتموا بالناس التانية. وأخيرا يعني تهيئ المكان، سواء كان في المؤسسة لأن احنا حنرجع للشغل أو كان في البيت، وياريت لو كان تقليل عدد الساعات برضو، لأنه التجربة كانت مميزة وفريدة لكثير من الناس إنه هم يشتغلوا من البيت، وفي ناس لقوا نفسهم إنه هم ممكن ينتجوا بصورة أكبر من إنه هم قاعدين في الشغل. فدي برضو فرصة لأنه هم رؤساء الشركات والمؤسسات تفكر في الحتة دي، لراحة الموظف ولراحته النفسية. فممكن الناس توازن الحاجة دي، ممكن تعملها بأي طريقة، يعني gradually، ما شرط طوالي كده. فالصحة النفسية في مكان العمل مهمة شديد. take care of yourself to take care of others. شكرا كثير يا شيماء. شكرا. حاولنا في السيشن دي just to explore the opportunities الممكن نلقاها في عضب موضوع work from home. حاولنا نوري تجارب حقيقية حصلت وتكون متنوعة في الفترة اللي فاتت. عايز تنوت إنه الفترة فاتت يا إخوانا كانت تجربة خاصة شوية، لأنه إحنا أصلاً تحت وضع خاص موضوع كورونا ده. ما عايزين نقول إنه ده كويس أو ده كاب، لكن عايزين بس تسبوت إنه there is an option، إنه الحاجة دي ممكن تناسب ناس وإمباك بداية يكون positive على موظف وعلى مؤسسة وعلى كوميونيتي وعلى البلد كلها. شكرا لكم كثير، وبشكر تاني محمد، سعيد، ريان، مروة، شيماء المشاركة دي، وتصبحوا على خير. مع السلامة.